السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. إن شاء الله خلال الفيديو دوت هنبدأ مع بعض آخر موضوع خلال الترم، هو موضوع الفريمز أو الإطارات الخرسانية. تمام؟ في البداية بس عايزين نفتكر مع بعض إيه هي الأنظمة الإنشائية اللي إحنا أخدناها من أول ما سمعنا مع بعض كلمة إيه؟ خرسانة مسلحة. تمام؟ أول نظام إنشائي إحنا درسناه مع بعض كان في الفرقة التانية مدني، وهو نظام السوليد سلاب. تمام؟ طيب النظام ده بيتكون من إيه هندسة؟ بيتكون هو عباره عن بلاطه بتبقى مرتكزه على مجموعه من الكمرات الساقطه، والكمرات الساقطه دي بدورها بتكون مرتكزه على ايه؟ على الاعمده. تمام؟ طبعا النظام دوت هو اكثر الانظمه شيوعا في مصر، لانه يعتبر هو نظام اقتصادي، لان تخانه البلاطه فيه بيكون صغيره جدا، بالاضافه ان التسليح بتاعه بيكون ايه؟ شبكه واحده. عشان كده النظام دوت بنبدا نستخدمه مع بعض في المساحات الصغيره، يعني تقريبا بيقدر يغطي لي بحور يا باشمهندسين بتتراوح من، يعني نقدر نقول من 5 ل 6 متر، يعني من 5 لحد 6 متر. تمام؟ طيب النظام الانشائي رقم 2 اللي احنا درسناه مش مهندسين هو نظام الهولو بلوك سلاب. الهولو بلوك سلاب، ماشي؟ طيب نظام الهولو بلوك سلاب ده بيتكون ايه يا باشمهندسين؟ بيتكون من مجموعه من البلوكات والاعصاب بالاضافه للسوليد بارت. طبعا الكلام ده كله بيكون مرتكز على مجموعه من الكاميرات، سواء كانت كاميرات ساقطه او كانت كاميرات مدفونه. تمام؟ ونفس الكلام برضو الكاميرات دي بتبقى ايه؟ مرتكزه على الاعمده. طيب بالنسبة لنا الهولو بلوك سلاب ده بنبدأ نستخدمه فين؟ في المساحات المتوسطة، يعني لا المساحات الصغيرة قوي ولا المساحات الواسعة قوي، يعني يقدر يغطي لي التو واي هولو بلوك سلاب لحد مثلا لحد 12 متر. تمام؟ يعني بالنسبة لنا يقدر يغطي لحد 12 متر معانا. تمام؟ النظام اللي بعد كده يا باشمهندسين، النظام اللي احنا درسناه مع بعض خلال الترم دوت، وهو نظام الفلات سلاب. طيب النظام ده بيتكون من ايه يا باشمهندس؟ عرفنا مع بعض ان هو عباره عن بلاطه بتبقى مرتكزه مباشره على الاعمده، وده نفس الكلام بيبدا برضه يغطي لي مساحات متوسطه، ممكن يوصل البحر بتاعي لحد 10 متر. لحد 10 متر. طيب النظام اللي بعد كده يا باشمهندس هو نظام البانل جرين سيستم. البانلت بيم سيستم. طيب النظام ده بيتكون من ايه؟ بيكون عباره عن كاميرات متقاطعه بيقدر يغطي لي مساحه، بحيث ان انا ببدا احط الكاميرات بتاعتي على مسافات تتراوح من 2 لحد 5 متر، بيبدا يحصر لي الكاميرات ديت مساحه تبدا نحطها يا اما سوليد سلاب او هولو بلوك. تمام؟ نفس الكلام البانل بيم برضو بيقدر يغطي لي مساحات متوسطه بتتراوح لحد مثلا 15 متر. خلاص؟ طيب بعد كده يا باشمهندسين، ولنفترض معانا يا باشمهندسين ان جه مالك عنده قطعه ارض ابعادها 20 في 40، وقال لك لو سمحت يا باشمهندس عايزك تصمم لي قطعه الارض دي. تمام؟ احنا طبعا اول حاجه بنفكر فيها بنبدا نشوف ايه هو النظام الانشائي اللي ينفع استخدامه في الظروف دي. ولنفترض معانا يا باشمهندسين ان المالك دوت ما كانش ليه اي اشتراطات خالص. تمام؟ فانا ببدا اول حاجه اروح الى اكثر الانظمه اقتصاديه اللي هي بالنسبه لنا السوليد سلاب. تمام؟ فانا ببدا اروح لقطعه الارض اللي عندي وليكن ان هي بالشكل ده كده 20 في 40، وببدا احط الاعمده بتاعتي. تمام؟ احنا طبعا المسافات المعقوله بالنسبه لنا او الرينج المناسب بالنسبه لنا ان انا ببدا احط الاعمده بتاعتي في مسافات تتراوح من 3 لحد 7 متر. خلاص؟ انا ما بحاولش ازود عن 7 متر بحيث البحور بتاعتي ما تكبرش ويبدا يحتاج خرسانات وتسليح زياده، وفي نفس الوقت ما بقللش عن 3 متر بحيث القواعد ما تقدرش بحيث القواعد ما تبداش تدخل في بعضها ويبدا يتكون عندي كومبايند فوتنج او قواعد مشتركه، ودي بالنسبه لنا بيكون مكلفه شويه عشان التسليح بتاعها شبكتين والتخانه بتاعتها بتبقى كبيره. تمام؟ فانا ببدا يا باشمهندسين اروح لقطعه الارض بتاعتي 20 في 40 واشوف مسافه مناسبه ما بين الاثنين وليكن مثلا 5 متر، وابدا احط الاعمده بتاعتي. خلاص؟ بالشكل ده. تمام؟ قسمتها بحيث كل 5 متر حطينا عمود قسمت لي ايه المسافات دي كلها. طيب بعد كده ببدا احط الكاميرات بالشكل دوت، كاميرات مستمره في الاتجاهين، في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. هبص يا باشمهندسين الاقي ان المساحه او المحصوره بين اربع كاميرات اصبحت 5 في 5 بالشكل ده كده. طبعا دي بالنسبه لي في الرينج بتاع السوليد سلاب، فبالتالي هيكون دوت النظام دوت مناسب جدا ايه في الاستخدام. طيب ولنفترض يا باشمهندسين ان المالك اشترط عندي قال لي يا هندسه بعد اذنك انا مش عايز خالص اي اعمده في النص، انا دلوقتي هستخدم قطعه الارض دي وليكن ان انا هستخدمها مخزن او مصنع، في حيث في معدات داخله في معدات خارجه، وانا مش عايز اي اعمده خالص في النص، فبالنسبه لنا يعتبر نظام السوليد سلاب مش هينفع خالص. تمام؟ ومش هينفع اي اعمده خالص في النص.
فابدا اشوف، هلاقي يا باشمهندس ان قطعه الارض بتاعتي بقت 20 في 40، وفي نفس الوقت مش مسموح ليا ان انا احط اي اعمده ايه في النص بالشكل ده. اجي ابص بقى الانظمه الانشائيه الثانيه، هاجي ابص يا باشمهندس هشوف هل نظام الهول بلوك ينفع، هلاقيه ما ينفعش لان اخره 12 متر، اشوف الفلات سلاب ينفع، لا اخره 10 متر، البلند بيم ينفع، لا عشان اخره 15 متر. فبالتالي لازم اشوف انظمه انشائيه اعلى بحيث تقدر تغطي لي المساحه دي كلها، وفي نفس الوقت ما احتاجش احط اي اعمده وسطيه. طيب ايه الانظمه بقى يا باشمهندسين اللي بتبدا تحقق لي الكلام ده كله؟ عندك يا باشمهندسين انظمه تانيه نبدا نستخدمها في الظروف اللي زي دي. طيب ايه هي يا باشمهندسين؟ اول حاجه الفريمات، الفريمز، تمام. تاني حاجه يا باشمهندسين بنبدا نستخدم حاجه اسمها القرش سلاب. تالت حاجة يا باشمهندسين ممكن نستخدم القرش جردل. والحاجة الأخيرة ممكن نستخدم حاجة بنسميها الفرنديل. تمام؟ احنا بالنسبة لنا الفريمات بتبدأ تغطي مساحات أو أبعاد تتراوح من 15 لحد 25 متر. 25 متر. تمام؟ عندك القرش سلاب يقدر يوصل لحد بحور أقصاها 20 متر. القرش سلاب، القرش جردر والفرنديل بيغطوا بحور لحد 40 متر. 40 متر. تمام؟ أنا طبعًا قطعة الأرض اللي عندي خلاص ما بقتش ينفع خالص أي الأنظمة التقليدية بتاعتنا إن إحنا نقدر نستخدمها، وببص ألاقي إن أنا محتاج أنظمة تغطي لي مساحات كبيرة. تمام؟ إحنا طبعًا نظرًا لضيق الوقت عندنا للأسف مش هنقدر نغطي الأنظمة ديت. وهنبدأ بس نشتغل على الفريمات. فأبص يا باشمهندسين ألاقي إن الرينج بتاعي ال 20 متر دوت في الحدود المسموح بيها من 15 لحد 25، يبقى إذا أنا هستقر إن أنا أستخدم فريمات، ويعتبر دوت هو النظام الإنشائي المناسب لقطعة الأرض اللي عندي طبقا للظروف اللي طالبها المالك، إن هو مش عايز أي أعمدة داخلية أو وسطية. تمام؟ فأصبح دلوقتي الفريمات هي عبارة عن نظام إنشائي بقدر أستخدمه في المساحات الواسعة بحيث ما أحطش أي أعمدة إيه وسطية. طيب ممكن هيقابلني الكلام ده فين؟ ممكن يقابلك مثلا يا باشمهندسين في قاعات اجتماعات، في قاعات رياضيه، في مخازن، في مصانع، في سينمات، بحيث انا مش عايز اي مشكله في النص تعيق الحركه او النظر. تمام؟ طيب اول حاجه يا باشمهندسين بنبدا نعملها بنبدا نستخدم لي اوت او بنرسم لي اوت. تمام؟ اول حاجه بعملها يا باشمهندسين ان انا ببدا ارسم اللي اوت لقطعه الارض اللي عندي. خلاص انا استقريت دلوقتي ان انا هستخدم نظام فريم للارض بتاعتي، فببدا ارسم لها لي اوت. اللي اوت ده عباره عن ايه وبستفاد منه ايه؟ اول حاجه اللي اوت ده عباره ان انا برسم لقطعه الارض بتاعتي دوت بلاد و اليفيجن وسايد فيو. تمام؟ طيب انا هستفاد ايه من الكلام ده كله؟ هتستفاد يا باشمهندسين ان انا ببدا من خلال الكلام ده كله اوضح العناصر الانشائيه اللي هبدا استخدمها في الارض اللي عندي، سواء كان بلاطه او كمر او عمود او اساسات او الكلام ده كله. تمام؟ فانا عندي الارض اهي بالنسبه لي، واتفقت معاك ان انا هبدا دلوقتي استخدم نظام الفريمز لان هو بيتيح لي ان انا استخدمه في مساحات كبيره من غير ما احط اي اعمده وسطيه. طيب فانا ببدا اول حاجه مش مهندسين ببدا احط الاعمده بتاعتي. طيب مكانها فين يا هندسه؟ اتفقت معاك ان انا دلوقتي مش هحط اي اعمده في النص، فبالتالي مكانها هكون على اطراف الارض بس بالشكل ده. خلاص يبقى اصبح ديت هي اعمده الفريم بتاعتي. طيب بعدين يا باشمهندسين ببدا اربط بين الاعمده ديت بكاميرا بنسميها جردر، واصله من العمود للعمود بالشكل ده جدا. اهي يا هندسه. ماشي يا شباب، انا دلوقتي اخترت ان انا حطيت الفريم بتاعي في الاسبان ال 20 متر، وبدات اقرره فين؟ في اتجاه ال 40. فانا بختار الاتجاه اللي هحط فيه النظام الانشائي بتاعي موازي للضلع الصغير ايه للارض بتاعتي. تمام؟ وببدا اقرره في الضلع الكبير. طيب المسافه اللي ببدا اقرر فيها الفريم بتاعي في الضلع الكبير تتراوح من كام؟ تتراوح من 4 لحد 6 متر. ماشي؟ انا عندي دلوقتي دي ارض 40 متر، فكل 5 متر ابدا اقرر ايه الفريم بتاعي، وهكذا على طول الارض كلها. تمام؟ المفروض بعد كده يا باشمهندسين ابدا احط او اصب البلاطه بتاعتي، لكن هبص يا باشمهندسين الاقي ان المسافه المحصوره ما بين اتنين فريم هتكون 5 متر في 20، يعني 100 متر مربع. طبعا دي بالنسبه لنا بتبقى مساحه كبيره جدا، مش هتقدر ايه البلاطه تستحمل ان هي تتحط في المساحه دي كلها. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هروح جاي ماسك المساحه دي كلها مقسمها بمجموعه من الكاميرات الثانويه المستمره، يبقى مجموعه من السكندري بيمز المستمره ايه على طول الارض بالشكل ده.
ماشي يا شباب، ادي مجموعة من الكمرات الثانوية ببدأ احطها فين؟ بطول الارض. ماشي. طيب المساحة او المسافة المسموح بيها ان انا اقرر السكندري بيمز دي كلها تتراوح من 2 ل 5 متر. انا طبعا المسافة عندي 20 متر، فببدأ كل 2 متر مثلا احط ايه؟ كمرة عندي. ماشي. وده بالنسبة لنا يكون الايه؟ اللي اوت، عبارة عن ان انا بشوف النظام الانشائي المناسب اللي عندي، لقيته هو عبارة عن فريمات، لان انا عندي المالك اشترط عندي ان انا ما احطش اي عمودية وسطية، فبالتالي ببدأ احط الفريم بتاعي او النظام الانشائي موازي للضلع الصغير للارض اللي هو ال 20 متر، وببدا اكرره في الضلع الكبير اللي هو ال 40 متر، فببدا احط اعمده في اول واخر الارض بالشكل دوت، وبعد كده اربط بينهم بجردر، يبقى دوت العمود بتاع الفريم وديت الكاميرا بتاعت الفريم. طيب ده كان في لفظ تاني يا باشمهندسين كنا بنطلقه على الكاميرات كنا بنقول عليه بيم. البيم دوت او اللفظ دوت بنبدا نستخدمه للكاميرات اللي سمكها محدود، يعني بتتراوح 50 60 70 سم، تمام؟ لكن الكاميرا بتاعت الفريم دي بتبقى كاميرا كبيره جدا، تخانتها ممكن توصل لمتر ومتر ونص و2 متر، عشان كده اللفظ بتاعها بيتغير من بيم لجردر، تمام؟ باجي بعد كده يا باشمهندسين اقرر النظام الانشائي بتاعي دوت على طول الارض في مسافه بتتراوح من 4 لحد 6 متر، انا طبعا عندي 40، فالاقي الخمسه مناسبه، فابدا اقرر الفريم بتاعي او السيستم بتاعي كل 5 متر بالشكل دوت. بعد كده يا باشمهندسين الاقي المساحه المحصوره بين اثنين فريم مساحتها 100 متر مربع، اللي هي 5 في 20. طبعا دوت مساحه صعبه جدا ان انا احط فيها البلاطه بتاعتي، فببدا اقسمها بمجموعه من الكمرات الثانويه المستمره بطول الارض بالشكل دوت، تمام؟ بعد كده هلاقي ان المساحه المحصوره بين الكمرتين الثانويه والاثنين فريم ديت المسافه دي 2 متر، والطول دوت 5 متر. طبعا المسافه ديت هلاقيها الرينج بتاعها مناسب جدا ان انا اصبها سوليد سلاب، خلاص، لان احنا اتفقنا مع بعض ان السوليد سلاب ينفع استخدمه في ايه؟ من 5 لحد 6 متر. طبعا هلاقي المسافه هنا ديت 2 متر والطول بتاعي 5 متر، يبقى ايه؟ اصبها سوليد سلاب. ده بالنسبه لنا هيكون البلان يا باشمهندسين. طيب بعد كده المفروض باخد سيكشن ارسم اليفيجن، واخد سيكشن ارسم سايد فيو، هيكون بالشكل ده. ابدا اخد سيكشن اليفيجن بالشكل دوت، هاجي ابص في الاتجاه التاني عشان ابدا ارسم الايه؟ الاليفيجن بتاعي بالشكل ده، هقطع وابص. طيب هلاقي ايه هندسه؟ اول حاجه يا باشمهندسين هتلاقي في عمود في الاول واخر الارض بالشكل ده، هتلاقي في عمود في اول واخر الارض يمين وشمال. طيب الاعمده دي كلها بتبقى مرتكزه على قواعد بالمنظر ده. طيب والقواعد دي هندسه بنبدا نربط ما بينها بسملات، يبقى عندي عمود في اول واخر الارض، الأعمدة دي بتبقى مرتكزة على قواعد، القواعد دي في الاتجاه الطويل بتاع الأرض ببدأ أربطها بسم الله. طيب بعد كده يا باشمهندسين اتفقت إن أنا عندي جردر كاميرا، هي بالنسبة لنا الجردر دي كلها، تمام؟ بعد كده يا باشمهندسين اتفقت إن أنا بقسم المساحة المحصورة بين اتنين فريم بمجموعة من الكاميرات الثانوية، آدي الكاميرات الثانوية اللي عندي أهي تبقى فوق، وبعد كده المفروض ببدأ أحط الإيه؟ البلاطة اللي عندي. ماشي. في حاجة مهمة جدا يا باشمهندسين بنبدأ نستخدمها في النص، دي بنسميها وول بيم. يعني دلوقتي ادي سيكشن اليفيجن هيكون بالشكل ده، انا عندي فيه عمود من ناحيه اليمين وعمود من ناحيه الشمال، بعد كده يا باشمهندسين مرتكزين على قواعد، والقواعد بتاعتي دي بربط بيها بسم الله في اتجاه طول الارض، تمام؟ بعد كده المساحه قسمتها بمجموعه من الكاميرات الثانويه المستمره، بعد كده صبيت الايه؟ البلاطه فوق. خلاص. في حاجه مهمه جدا بنبدا نحطها في النص، دي بنسميها وول بيم. طيب وظيفتها ايه؟ ليها وظيفتين. اول وظيفه يا باشمهندسين ان احنا عندنا بيكون ارتفاع الفريم دوت كبير جدا، يعني ممكن يوصل 5 6 7 متر، تمام؟ فاحنا المفروض بيكون على الحدود الارض بتاعتنا بنبني حيطه. طبعا بالنسبه لنا بيكون صعب جدا ان انا ابني الحيطه بتاعتي بالارتفاع ده كله، الحيطه بتاعتي هتلاقيها شرخه، تمام؟ فببدا احط زي كاميرا وسطيه كده محطه في النص، بحيث تقسم لي ارتفاع الفريم لجزئين، جزء تحت وجزء من فوق، تمام؟ فابني الحيطه على مرحلتين، اول مرحله هتكون محصوره ما بين السبيل اللي رابط بين القواعد والوول بيم، والمرحله الثانيه هتكون بين الوول بيم والسكندري بيم اللي موجوده فوق، تمام؟ دي اول وظيفه بالنسبه لي. الوظيفه الثانيه يا باشمهندسين انا طبعا دوت بيكون سمك الفريم الكبير كله. طيب في عرض الفريم اللي هو البي، البي دوت ممكن 300 400 500، خلاص زي ما هنشوف الدايمنشنز بعد كده. طبعا البعد دوت ممكن يكون صغير جدا بالنسبه للارتفاع، فاستخدام الوول بيم دوت هيبدا يقلل الارتفاع بتاع الفريم بتاعي على جزئين، بحيث يقلل لك الباكلينج لينس بتاعي،
خلاص، ودول الوظيفتين بتوع الوول بي، وده بالنسبه لنا يكون سيكشن ديفيجن للايه، للفريم بتاعي. طيب بعد كده يا باشمهندسين ببدا ارسم سيكشن سايت هيكون بطول الارض بالشكل ده كده. ماشي. طيب ايه اللي هيقابلني بقى دلوقتي هندسه؟ هبص هلاقي ان في مجموعه من الاعمده على مسافات متكرره، اللي هي مسافه السبيسنج اللي احنا خدناها 5 متر. ماشي. فالمفروض دلوقتي هلاقي عندي في عمود هيتكرر كل مسافه اس اللي هي 5 متر بتاعتي. طيب ايه تاني هندسه؟ اتفقت معاك يا باشمهندسين ان الاعمده دي بتكون مرتكزه على قواعد. ماشي. وادي الاعمده، كل عمود تحتيه قاعده عاديه وقاعده مسلحه، كل تحتيه قاعده عاديه وقاعده مسلحه، وهكذا. تمام. واتفقت معاك ان الاتجاه الطويل بتاع الارض بربط بين القواعد دي. بسم الله. ماشي. طيب ايه تاني عندي هندسه؟ عندي الجردر، الكاميرا بتاعت الفريم. ماشي. هبص هلاقي ادي الجردر اهي، هي دي الجردر، ونتيجه ان انا قاطع فيها عشان كده هشرتها. تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس اتفقت ان انا قسمت معاك المساحه دي كلها عن طريق استخدام كاميرات ثانويه مستمره، هتبان المره دي بطولها. ماشي. يعني انا باصص قاطع وباصص ناحية اليمين، فبالتالي الكاميرا طولها هو اللي هيبان بالشكل ده. ماشي. فبالتالي الكاميرا طولها هو اللي هيبان. طيب بعد كده يا باشمهندسين فاضل اخر حاجة اللي هي البلاطة. ماشي. وانا اتفقت معاك ان في وول بيم بحطها في نص الفريم بتاعي او العمود بتاعي. اهو ادي الوول بيم هتظهر معايا بالطول بتاعها. ماشي. وده بالنسبة لنا هيكون بلان وسكشن اليفيجن وسكشن سايد فيو. تمام. طيب يا باشمهندسين طبعا دلوقتي احنا بصينا على النظام الانشائي بتاعنا، لقيناه في النهايه بيتكون من ايه؟ ان الفريم بتاعي بيتكون من كاميرا وعمود. طيب ايه الاختلاف ما بين النظام الفريم دوت ونظام السوليد سلاب، على الرغم ان احنا برضو نظام السوليد سلاب كان بيتكون من كاميرا وعمود وفوقهم البلاطه برضو نفس النظام تقريبا. تمام. ايه الاختلاف ما بين الاثنين؟ الاختلاف ما بين الاثنين يا باشمهندسين هو الكونكشن اللي بين الكاميرا والعمود. تمام. الكونكشن اللي بين الكاميرا والعمود في حاله السوليد سلاب دي بتبقى الوصله ما بينهم هنج. تمام. يعني ايه وصله ما بينهم هنج؟ يعني انا باخد يا باشمهندسين الكاميرا، ببدا احلها بره بالشكل دوت، واحسب عليها الاحمال واحسب الرياكشن بتاعها وابدا اعكسه على العمود بتاعي بس، لكن ما فيش اي انتقال ما بين العزوم اللي على الكاميرا والعمود خلاص، لان الوصله ما بينهم زي ما اتفقنا ان هي بتكون هنج. تمام. طيب لكن في حاله الفريمات يا باشمهندسين لا، الوصله ديت مش بتبقى هنج، الوصله دي بنسميها ريجيد كونكشن او وصله جاسئه، وصله بتسمح بانتقال العزوم ما بين الكاميرا والعمود بتاع الفريم. فاصبح دلوقتي في حاله الفريم هتلاقي ان الكاميرا بتنقل العزوم بالاضافه ان هي بتنقل الرياكشن بتاعها. تمام. بالشكل ده يعني دلوقتي يتميز الفريم بوجود ريجيد كونكشن بين الكاميرا والايه، بين العمود والكاميرا. لذلك يتم مقاومه الاحمال الداخليه عن طريق المومنت والنورمال فورس، اللي هو المومنت والرياكشن بتاعي اللي هو الايه، اللي بينقله من الكاميرا للعمود. ماشي. على عكس طبعا السمبل جيردر اللي هو في حاله ان انا ايه، الحاله التقليديه بتاعتنا اللي كنا بنستخدمها في السوليد سلاب ان هي الوصله هنج اللي هي بتنقل ايه، مجرد نورمال فورس فقط. تمام. طبعا زي ما احنا عارفين في المومنت ديستريبيوشن ان الوصله ما بين اي تو ممبرز بتعتمد على الريلاتيف ستيفنس ما بينهم في قيم العزوم. ماشي. طيب عشان احسب الريلاتيف ستيفنس هبدا اقول الكي بتاعت الجردر على الكي بتاعت العمود. طبعا الاثنين من ماده واحده اللي هي الخرسانه، عشان كده الاي هتروح مع الاي، هيبقى لك بس الايه، ارتفاع الفريم على ال بتاعت الكاميرا في الاي جردر على الاي كولم. ماشي. طيب انا دلوقتي يا باشمهندسين عشان اقدر احقق الريجيد كونكشن اللي بين الكاميرا والعمود، ايه الاجراءات اللي المفروض اتخذها؟ تمام. طبعا الاجراءات اللي هتتخذها ديت طبعا في اجراءات اثناء التصميم وفي اجراءات اثناء التنفيذ. ماشي. طيب ايه هي المفروض اعملها يا باشمهندسين؟ اول حاجه يا باشمهندسين لازم اضمن ان يكون الكي بتاعت الجردر تقريبا مساويه للكي بتاعت الايه، العمود. الكي اللي هي الاستيفنس. طيب زي ما احنا عارفين ان الاستيفنس بتساوي الاي او الاي على ال. ماشي. طيب الاي كده كده الاثنين من ماده واحده اللي هي الخرسانه، فانا كده ضامن ان الاي زيها زي بعض. طيب الاي، الاي يا باشمهندسين دي المومنت اوف انرشيا اللي بتعتمد على ابعاد العمود اللي هي البي والتي. فانا اقدر لما اجي اصمم اختار عرض القطاع بتاع الكاميرا زي العمود، واختار سمك الكاميرا زي العمود، مفيش فيهم اي مشكله. طيب فاضل اخر حاجه اللي هو الاتش والال، اللي هو طول العمود وايه، طول الكاميرا.
دول بقى يا باشمهندسين اقدر الى حد ما اختار ابعاد قريبه من بعض بحيث تقدر تحقق لي ان الاستيفنس بتاعت الكاميرا قريبه جدا من الاستيفنس بتاعت العمود. ماشي. طيب ايه تاني يا باشمهندسين اللي اقدر اخده معايا في الاعتبار بحيث اضمن ان يحصل ريجيد كونكشن عندي؟ لا يتم عمل فاصل صب عند الكونكشن ولكن يتم صبها مره واحده. يعني ايه الكلام دوت؟ في الشغل التقليدي بتاع السوليد سلاب لما كنا بنيجي نشتغل او بنيجي نصب في الموقع اللي يحصل هندسه، ده النظام الانشائي بتاعي يكون عباره عن بلاطه وكاميرا مرتكزين على عمود. اللي بيحصل هندسه ان انا ببدا في الموقع اصب الاعمده بتاعتي لحد منسوب قاع الكاميرا لحد هنا، تمام، وابدا اصب الكاميرا مع البلاطه دول في مره تانيه لوحدهم، فاصبح دلوقتي في فاصل صب ما بين الايه العمود والكاميرا بتاعتي، تمام. وطبعا ده يا باشمهندسين ممكن يكون نقطه ضعف ما بين الكاميرا والعمود. طيب انا عشان امنع الكلام ده كله، لا، قال لك ان احنا ما ينفعش نصب الاثنين دول على مرحلتين، لازم تصبوا على مرحله واحده. عشان كده قال لك ما ينفعش ان انا اصب او اعمل فاصل صب في الايه في الكونكشن اللي بين الكاميرا والعمود، فعشان اضمن ان هي وصله قويه جدا لازم الاثنين يتصبوا على بعض مع بعض. ماشي. فممكن يا باشمهندسين اصب مثلا العمود لحد المنتصف وبعد كده اصب وصله الكاميرا مع العمود الاثنين في الحته دي بالذات، اصبهم الاثنين ايه مع بعض. ماشي. ايه تاني يا باشمهندسين؟ قال لك يتم ادخال حديد العمود داخل الكاميرا. انا لو جيت بصيت لرسمه البيندنج مومنت دايجرام بتاعت الفريم هتكون بالشكل ده، فطبيعي جدا يا باشمهندسين عشان اضمن ان دي ريجيد كونكشن وفي استمراريه للعزوم بالشكل دوت، لازم اروح جاي واخد الحديد بتاعي وادخله فين؟ في الكاميرا بالشكل ده كده. فانا خدت الحديد بتاع العمود دخلته جوه الكاميرا، فبالتالي انا دلوقتي قضيت على اي وسيله من وسائل ان هي تضعف الايه الجوينت ديت، سواء كانت خرسانه او ايه او حديد، تمام. بعد كده يا باشمهندسين هنبدا نتكلم على التايبس اوف فريمز. احنا عندنا من انواع الفريمات بنبدا نقسمها طبقا للشكل وطبقا للنوع. طبعا احنا بالنسبه لنا للشكل دوت الى حد ما احنا ملناش ايه قرار فيه قوي، بمعنى ان الشكل الفريم دوت بقدر اجيبه طبقا لطبيعه استخدام المنشا والمتطلبات المعماريه. بمعنى يا باشمهندسين ان انا مثلا لو عندي قطعه ارض دائريه ممكن مثلا استخدم فيها ريديال فريم، ممكن مثلا لو انا عندي قطعه الارض هحتاج اعمل فيها باركنج بره، فبالتالي انا محتاج اعمل كانتيليفر للفريم بتاعي يكون بالشكل ده كده اهو، فبالتالي محتاج اطلع جزء منه كانتيليفر لبره بحيث العربيات لما تيجي تركن تكون تحت ايه مظله. ماشي. فبالنسبه لنا الشكل بتاع الفريم نفسه ده اللي بيحدده طبيعه استخدام المنشا بالاضافه للايه للمتطلبات المعماريه. فبالنسبه لنا ما بيكونش انشائيا لينا قرار فيه قوي، خلاص، على الرغم ان هو هيأثر معانا في التحليل والديزاين، تمام. طيب من حيث النوع ده بقى اللي يهمنا كايه انشائيا. يعني ايه النوع يا هندسه؟ ده بحدد فيه يا باشمهندسين حاله التثبيت بتاعه العمود، الان دي ايه كونديشن او الكونديشن اوف سبورت، سواء كان فيكسد او هنج او رولر، تمام. طبعا الحاجات الفيكسد والهنج والرولر دي بتبقى مرتبطه بالقاعده نفسها، الكونكشن او العلاقه ما بين القاعده والعمود بتاعي، تمام. وطبعا احنا عارفين القواعد بتكون مرتكزه على التربه، فبالتالي ده بيعتمد ايه على التربه بتاعتي. فاحنا عندنا يا باشمهندسين ستاتيكال سيستمز اوف فريم اللي هو انديترمينت فريمز او ديترمينت فريمز. ماشي. طبعا احنا حاله الانديترمينت فريمز دي ممكن نستخدم فيها فريمات فيكسد فيكسد، ودي طبعا لازم استخدمها في روكي سويل، هنفهمني دلوقتي. طيب الحاله اللي بعد كده هنج فريم، دي بنستخدمها في الميديوم سويل. والحالة الأخيرة اللي هي الديترمينيت فريمز دي اللي بنستخدمها في الويك سويل. طيب إيه السبب يا باشمهندسين إن أنا أستخدم الديترمينيت فريمز في الويك سويل وأستخدم الإنديترمينيت فريم في سواء كانت في التربة القوية أو تربة متوسطة؟ إيه السبب؟ إيه اللي يمنع إن أنا أستخدم مثلا في فريمات هنجد في ويك سويل؟ طبعا الويك سويل يا باشمهندسين دي طبعا بتبقى تربة ضعيفة معرضة في أي وضع من أو أي شكل من الأشكال إن هو يحصل لها سيتلمنت. ماشي. واحنا خدنا يا باشمهندسين معلومه مهمه جدا في الاستراكشر ان المنشات الديترمينت لا بتتاثر بالسيتلمنت ولا بتتاثر بالتمبريتشر، تمام. فانا اصبح دلوقتي لو افترضت يا باشمهندسين ان انا عندي الفريم مثلا وليكن الهنج ده استخدمته في اكس واي، ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي عندي الفريم دوت موجود عليه احمال، فبالتالي هيجي عليه مومنت نتيجه الاحمال، بالاضافه ان انا عندي الفريم كده وانا اتفقت معاك ان دي ويك سويل، يعني ممكن هيحصل لها سيتلمنت في اي شكل. فبالتالي لو افترضنا ان حصل سيتلمنت للسبورت هنا مقداره 1 سم، ماشي، نتيجه يا باشمهندسين حدوث هبوط للقاعده ديت بمقدار 1 سم، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يا باشمهندسين يتكون عزوم على الفريم نتيجه حدوث سيتلمنت الايه
للسبورت بتاعي. فاصبح دلوقتي هندسه هتلاقي في عزوم جايه من الاحمال اهي، وفي عزوم جايه من السيتلمنت اهي. فانت عشان تصمم الفريم بتاعك لازم تجمع العزوم اللي جايه من الاحمال والعزوم اللي جايه من السيتلمنت وتجيب عزوم نهائيه، وبالتالي تبدا تصمم عليها خلاص. فاصبح دلوقتي بدل ما قيم المومنت بتاعتك زادت، فبالتالي التصميم بتاعك مش هيكون اقتصادي وهتحتاج خرسانات وحديد كتير. في حين انا لو استخدمت ديترمنت فريمز، دي فريمات ما بتتاثرش خالص بالسيتلمنت، فالتربه بتاعتك ايه لو حصل فيها اي سيتلمنت او هبوط ده مش هياثر معايا ايه في قيم العزوم خالص. عشان كده يا باشمهندسين احنا بنحاول لما نيجي نستخدم الفريمات الديترمنت في حاله الويك سويل، والفريمات الانديترمنت في حاله الايه التربه القويه والايه متوسطه القوه ماشي. طبعا احنا في التصميم بنحتاج، طبعا فكرة التصميم بنبدأ نفرض تخرات، ومن خلال التخرات دي بنبدأ نحسب لها أحمال، والأحمال ديت نبدأ إيه نحسب لها العزوم ونبدأ نطلع لها التسليح بتاعها. لازم نعرف مع بعض الـ empirical dimensions عندنا اللي هنبدأ نستخدمها أو نفرضها معانا في الحل. أول حاجة يا باشمهندسين إن إحنا بنفرض التي جردر تخانة للكاميرا اللي عندي. طيب التي جردر هتساوي إيه هندسة؟ قال لك اللزبان بتاع الفريم بتاعك على من 12 لحد 16 تمام. فأنا بشوف اللزبان بتاعي الفريم بتاعي كام، وليكن مثلا 20 متر 25 متر، فبقول مثلا 25 على 14 يديني تخانه الجردل تمام. طيب تخانه العمود انا اتفقت معاك في شرط مهم جدا عشان اضمن ان تكون الكونكشن دي ريجيد، لازم تكون الكي بتاعت الجردل زي الكي بتاعت الايه العمود، ومن ضمن الكي اللي هي كانت المومنت اوف انيرشيا. وانا اتفقت ان في المومنت اوف انيرشيا بقول البي في التي تكعيب على 12 تكعيب على 12، فلازم اضمن ان العرض بتاع الفريم يكون واحد والتخانه بتاعت الفريم تكون واحده. عشان كده عندنا التي كولم مسموح فيه اختلاف بمقدار 20%، فهتساوي من 8 من 10 لحد 1 تي جردر. طبعا واحنا عشان نضمن زي ما اتفقت معاك الديريجن كونكشن هناخد ان التي كولم زي التي جردر بالظبط ماشي. طيب ايه تاني هندسه عندك في الهنج؟ لو انا عندي هنج زي ما اتفقت معاك هيكون العزوم هنا بصفر، وانا بالتالي يا باشمهندس مش هكون محتاج التي كولم كلها بطول العمود، لا انا عندي العزوم تحت بصفر، فبالتالي مسموح ليا ان انا اقلل التخانه بتاعتي من تحت. طيب فهخليها تي 2. طيب التي 2 دي هندسه الرينج بتاعها بيتراوح من نص ل 8 من 10 من التي جردر او التي كولم ماشي. فهاخد يا باشمهندسين التي 2 بتساوي 6 من 10. طيب بعد كده هندسه التي لينك. التي لينك لو احنا عندنا لينك ممبر، اللينك ممبر احنا عارفين ان هو عباره عن عنصر انشائي بيشيل في اكشن واحد في اتجاهه تمام. احنا طبعا زي ما اتفقت معاك عندنا في بيكسد في هنج وفي رولر، لكن احنا في الخرسانه ما بنستخدمش الرولر تقريبا خالص، كده كده الرولر بيشيل رياكشن واحد بس. فاحنا هنعوض عن الرولر عباره عن لينك ممبر، والاثنين تقريبا بيأدوا نفس الوظيفه ان هما بيشيلوا رياكشن واحد بس خلاص. فانا لو استخدمت لينك ممبر عندي في المنشأ طبعا هتكون التخانه بتاعته 4 من 10 من التيجر تمام. وادي عرض الفريم عندك يا هندسه هيتراوح من 300 لحد 500 متر، ودي يعتبر الامبيريكال دايمنشنز اللي هنبدا نستخدمها مع بعض في الحل. بعد كده يا باشمهندسين هنبدا نشوف ايه هي خطوات الحل اللي هنبدا ايه نتبعها واحنا شغالين. اول حاجه يا باشمهندسين خطوه الاستريننج اكشنز، دي عباره عن ايه هندسه؟ ان انا ببدا احسب البيند مومنت دايجرام، وببدا احسب نورمال فورس دايجرام، ابدا احسب الشير فورس دايجرام للفريم اللي عندي خلاص. طيب بعد كده هندسه ببدا احسب الامبيريكال دايمنشنز اللي احنا لسه ايه شايفينها مع بعض فوق اهي. بعد كده يا باشمهندسين ببدا اشوف فين القطاعات الحرجه وببدا اصمم عليها. طبعا انت هتلاقي عندك القطاعات اللي عندك هتكون معرضه للهزوم وقوه ضغط، فهنبدا نستخدم لها يا باشمهندسين الانتر اكشن دايجرام. بعد كده هندسه ببدا اعمل تشيك شير، انا كده كده خلصت العزوم والنورمال فورس في التصميم بتاع الايه كريتيكال سيكشن، هيكون فاضل لك بس الشير. ببدا اعمل خطوه التشيك اوف شير. بعد كده يا باشمهندسين هنشوف حاجه اسمها الانكلايند ستيربس او الكانات المايله. بعد كده يا باشمهندسين هنبدا نعمل ديزاين اوف هنج، نصمم الهنج اللي عندنا، وفي الاخر خالص طبعا الرسم ماشي. فهنبدا نشوف مثال ونطبق عليه السبع خطوات اللي ايه اللي هنتفق عليهم دول باذن الله. هنبدأ مع بعض يا باشمهندسين نشوف المثال اللي معانا. هنقول فور ذا جيفن فريم تمام، الاف سي عندنا ب 25 ميجا باسكال، الاف اي ب 360 ميجا باسكال، البريتس بتاع الفريم بتاعنا ب 300 اللي هو البي. بعد كده يا باشمهندسين عندك التي اس ب 140 مللي اللي هو تخانة البلاطة تمام.
المطلوب منك هندسه ان انت ترسم البيرنينج مومنت دياجرام والشير فورس دياجرام والنورمال فورس دياجرام. مطلوب منك ان انت تصمم القطاعات الحرجه على المومنت والشير، وان انت تصمم الهنج عند بوينت ايه، وفي الاخر خالص ترسم تفاصيل التسليحه. طيب نشوف مع بعض شكل الفريم. ادي الفريم بتاعنا بالمنظر ده، عباره عن هنج فريم، الاسنان بتاعنا 16 متر، وارتفاع الفريم بتاعنا ب 7 متر، معرض ليونيفورم لود مقداره 60 كيلو نيوتن على المتر. طبعا لو احنا جينا بصينا مش مصين هنلاقي الفريم بتاعنا انديترمنت خلاص. طبعا المفروض عشان نحل النوعيه دي من المنشات لازم نستخدم طرق من طرق الاستراكشر اللي احنا درسناها، اللي هي الثري مومنت ايكويشن، المومنت ديستريبيوشن، فيرشوال ورك، او اي طريقه تانيه تمام. لكن احنا طبعا عندنا في الخرسانه ما اي ايه ما يهمناش قوي طرق الاناليسيس ديت، يعتبر ان الطرق دي خدناها في الاستراكشر. احنا اللي يهمنا الديزاين، ان احنا نعرف نعمل تصميم ماشي. فاحنا في الامتحان طبعا الفريمات اللي هتجي لك هتكون كلها ديترمينت فريم، هنحلها بس بالثلاث معادلات اللي عندنا، اللي هو سيجما اف اكس بتساوي صفر، سيجما اف واي هتساوي صفر، وسيجما المومنت هتساوي صفر خلاص. لكن احنا الهدف من الفريم اللي احنا واخدينه دوت ان هو عباره عن فريم سيمبل خالص جدا، هنتعلم فيه طريقه الحل وتفصيل التسليحه بس. لكن الفريمات اللي هتجي لك في الامتحان بتكون كلها عباره عن ايه، فريمات ديترمينت ستراكشرز تمام، نقدر نحلهم من خلال الثلاث معادلات دول ماشي يا باشمهندس. طيب هنبدا اول حاجه يا باشمهندس زي ما اتفقت معاك ان انا ابدا اشوف الخطوات بتاعه الحل. اول حاجه خطوه الاستيرنج اكشنز، ان انا ببدا احسب الليدنج مومنت دياجرام والنورمال فورس دياجرام والشير فورس دياجرام. طيب اول حاجه عشان اقدر احسب التشارتات دي كلها لازم احسب الرياكشنات. انا عندي هنج عليها رياكشن اكس ورياكشن واي، انا عندي هنج رياكشن اكس رياكشن واي، فانا المطلوب مني اول حاجه ان انا احسب الرياكشنات عند السبورتات تمام. طبعا لو جيت بصيت للفريم اللي عندي هتلاقي ان انا اقدر احسب الرياكشن بتاع واي ده بسهوله جدا خلاص، لان انا عندي تماثل حوالين المحور الراسي للفريم. فانت عندك نص الحمل هيروح للسبورت اليمين والنص الثاني هيروح للسبورت الشمالي دوت في الاحمال الراسيه اللي هي واي وواي تمام. فانا بالنسبه لي اقدر اقول الواي هتساوي الدبليو في ال على 2، اللي هو 60 في 16 على 2 هيديك 480 كيلو نيوتن تمام. لكن اكس بالنسبه لنا ده طبعا زي ما اتفقت معاك ان احنا المفروض نحلها بطرق الاستراكشر، بس في طريقه كده ايه امبيريكال نقدر نستخدمها للحل عن طريق ان انا اقول اكس بتساوي الدبليو التيميت في ال سكوير على 4 اتش ان ماشي. طبعا الان ده عباره عن فاكتور داله بالريلاتيف ستيفنس ما بين الكاميرا والعمود ماشي. فاحنا بالنسبه لنا لازم محتاجين نحسب الريلاتيف ستيفنس ما بين الكاميرا والعمود في البدايه ماشي. هتساوي الكي جيردر على الكي كول، يعني اتفقنا الكي جيردر هتساوي الاي في الاي على الان، والعمود الاي برضو في الاي بس على الاتش عشان ارتفاع العمود اتش. طبعا الاثنين من ماده خرسانه واحده فبالتالي هيطيروا مع بعض تمام. بعد كده الانرشيا، اتفقنا الانرشيا بتساوي البي في التي تكعيب على 12. انا كده كده عرض الفريم واحد اللي هو 300 مللي اللي هو مدوي في المساله اهو ب 300 تمام. والتي زي ما اتفقت معاك عشان اضمن ان في ريجيد كونكشن ما بين الكاميرا والعمود هختارهم الاثنين زي بعض بالظبط، فبالتالي هتلاقي ان قيمه الاي جردر زي الاي كولم بالظبط، فعشان كده برضه هيطيروا مع بعض. هيبقى لك بس الاطوال في الاخر، هيديك في الاخر اتش على ال، الاتش عندي ب 7 متر والال ب 16، هيديك بالرقم دوت في الاخر تمام. ابدا احسب الان عباره عن 2 الكي ار زائد 3، هحسبها تطلع 3.875. في الحاله دي ابدا اعوض واجيب الاكس على طول، هقول 60 في 16 تربيع على 4 في 7 في 3 بوينت كام؟ 75، هيدينا 141.57 تمام. ودلوقتي ديت تكون اول خطوه ان انا بحسب الرياكشن كده الحمد لله خلصتها. طيب الخطوه اللي بعد كده هندسه، ابدا ارسم بقى التشارتات بتاعتي. اول حاجه رسمت البندنج مومنت تمام، هتلاقيها طلعت معانا بالشكل دوت. هرسمها ازاي؟ عن طريق مثلا ان انا هرسم العمود، ان انا هقطع واحسب من تحت بالشكل ده تمام. لما اجي اقطع هلاقي ان في رياكشن اكس وفي رياكشن ماشي. طبعا عندك الرياكشن واي بيمر بالمنبر فبالتالي مش هيجيب لك اي زوم خالص، هيبقى لك بس اكس، فهتضرب اكس في الارتفاع اللي هو 7 متر اللي هو اكس في اتش، هيديك القيمه 901.90 تمام. وطبعا نتيجه طبعا لازم يكون في اتزان جويت ما بين الكاميرا والعمود، فبالتالي هيعكس على الايه؟ الكاميرا اللي عندي ب 991 برضه زيه الناحيه الثانيه نتيجه التماسك. هيبقى لك يا باشمهندس ان الجردل معرضه لحمل يونيفورم، تبدا تعلق البارابولا اللي عندك دبليو ال سكوير على كام؟ على 8. ده بالنسبه لنا البنج مومنت دياجرام. طيب بعد كده النورمال فورس، النورمال فورس دوت هرسمه ازاي؟ نفس الكلام عن طريق يا باشمهندس ان انا اقطع واشوف القوه اللي في نفس اتجاه المنبر بتاعي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني دلوقتي انا هرسم لي العمود بتاعي، انا عندي رياكشن اكس مقداره
141.57 عندي رياكشن واي مقداره كام؟ 480. انا دلوقتي هرسم العمود، فبالتالي هقطع وابص لتحت. المفروض اركز على القوه اللي موازيه للمنبر بتاعي. انا عندي الرياكشن اكس عمودي على المنبر، يبقى ماليش دعوه بيه خالص، فبالتالي هيبقى لك الواي. ماشي، طبعا هبص هلاقي ان قيمه الواي ب 480، فبالتالي هيكون نورمال فورس كومبريشن عندي كام؟ 480. ماشي، طيب ايه الجردر؟ نفس الكلام، اروح جاي قاطع وحاسب ناحيه الشمال بالشكل ده، هلاقي ايه هندسه؟ هلاقي في رياكشن اكس والرياكشن واي. طبعا انا لما باجي ببص على النورمال فورس بشوف القوه الموازيه لاتجاه المنبر. طبعا هتلاقي ان اتجاه الواي عمودي على الكاميرا، فبالتالي ماليش دعوه بيه خالص، هيبقى لك الاكس بس. فبالتالي اللي هيعمل نورمال فورس على الجردل بتاعتي هو الرياكشن اكس بمقداره 141.57 بالشكل ده، طبعا زي الناحيه الثانيه بالتماثل بالنسبه للعمود. ماشي، طيب هنيجي بعد كده للشير. انا عندي ايه هندسه؟ عندي برضه رياكشن اكس ورياكشن واي. ايه اللي هيحصل يا هندسه؟ هبص للعمود، اقطع واحسب من تحت. في الشير بقى يا هندسه؟ لا، انا بركز على القوه العموديه على اتجاه المنبر. انا عندي المنبر راسي، فبالتالي هشوف الايه؟ القوه الافقيه اللي هي اكس. انا كده كده الرياكشن اكس طلع عندي 141.57، فبالتالي هيبقى العمود كله عليه المقدار دوت من الشير. تمام، اجي للجردر نفس الكلام، اقطع واحسب ناحيه الشمال، بشوف القوة العمودية على اتجاه المنبر. انا كده كده عندي المنبر بتاعي افقي، فاركز على القوة الرأسية اللي هي الواي. الواي كانت عندي 480، فهتطلعني ناحية الشمال، فهطلع 480. بعد كده يا باشمهندسين هلاقي في حمل يونيفورم مقداره 60 كيلو نيوتن على المتر، في مسافة توزيع اللي هي 16 متر بتاعت الايه؟ الفريم بتاعي. ماشي، هضرب طبعا 60 في 16، هيبدأ ينزلك يا باشمهندسين من 480 ل 480. ماشي، بالشكل ده كده تمام. طبعا الشير بتاعنا عباره عن مثلث عشان الحمل ايه؟ موزع. طيب نفس الكلام طبعا هيكون على العمود دوت ايه؟ الناحيه التانيه. وده بالنسبه لنا تكون اول خطوه، اللي هي خطوه الايه؟ الستيرنج اكشن، لان انا من خلالها بقدر ارسم من المومنت وارسم نورمال فورس وارسم شير. الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندسين خطوه الامبيريكال دايمنشن. ماشي، دي خطوه بعد كده، الخطوه الامبيريكال دايمنشن. طيب بحتاج احسب فيها ايه هندسه؟ بحتاج احسب التي جردر والتي كولم والتي 2، عشان عندي العزوم بصفر تحت في رجل الفريم، فبالتالي بقلل فيها التخانه، لان انا مش محتاج المقدار ده كله من ايه؟ من البعد. طيب هبدا اشوف يا باشمهندسين. اول حاجه يا باشمهندس هبدا احسب تي جردر واحد. طيب التي جردر واحد بتساوي ايه هندسه؟ اتفقت معاك ان هي من الاسبان على من 12 ل 16، واخترت معاك 14. انا كده كده عندي الاسبان بتاعي بيكون عباره عن 16 متر بتاع الفريم بتاع المساله، فاقول 16000 مللي على 14 هيديك 1142.86 مللي. طيب ده بالنسبه لنا اول تخانه. طيب التخانه رقم 2 يا هندسه هجيبها عن طريق العزوم. ماشي، هقول الدي بتساوي سي 1 جذر الام التيمت على الاف سي في البي. طبعا هبص هلاقي عندي في مجهولين، اول مجهول اللي هو الدي، طيب تاني مجهول اللي هو السي 1. والعزوم انا كده كده رسمت البيندنج مومنت دايجرام، فكده كده عندي كل قيم العزوم والاف سي وجيفي والبي جيفي. كنا في الحاله اللي زي دي يا باشمهندسين كنت بفرض السي 1 بقيمه تتراوح من 3 ل 4. تمام، انا طبعا نظرا للاقتصاديه خليني طبعا في قيمه رقم 3، فاقول السي 1 ب 3. طيب طبعا الاف سي عندي بتبقى جيفي في المساله ب 25 والبي 300، فاضل اخر حاجه يا باشمهندسين هي قيم العزوم ونركز فيها مع بعض. ماشي، طبعا انا حسبت يا باشمهندسين قيم العزوم طلعت لي قيمتين، في قيمه 991 والقيمه الثانيه اللي هي 929. المفروض اخد انهي قيمه يا باشمهندسين؟ المفروض يا باشمهندس ان انا هاخد القيمه السالب بغض النظر عن انهي فيهم الاكبر. تمام، تاني المفروض هاخد القيمه السالبه بغض النظر عن انهي فيهم الاكبر. يعني يا باشمهندسين لو افترضنا مع بعض ان قيمه العزم الموجب طلعت معانا ب 1000 كيلو نيوتن متر، برضه مش هاخدها. ليه يا باشمهندسين؟ ايه الفرق ما بين العزم الموجب والعزم السالب؟ عندك يا باشمهندسين العزم السالب هيكون بالشكل ده كده، ادي القطاع الكاميرا بتاعي اهو، انا عندي عزم سالب دي للسهم اللي فوق، فبالتالي هيكون القطاع بتاعي ريكتانجولار سيكشن بالشكل ده كده، ده الجزء المعرض للضغط. طيب لكن العزم الموجب هيكون ادي قطاع الكاميرا بتاعتي،
كوب بالشكل ده كده اهو. فبالتالي القطاع بتاعي هيكون تي سيكشن. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انا لما باجي يا باشمهندسين اعوض في البي بتاعت قانون السي واحد، البي ديت يكون هو عرض القطاع المعرض للضغط. بمعنى انا في حالة العزم السالب هيكون القطاع المعرض للضغط هو البي الصغيرة، ماشي، ولكن العزم الموجب لما اجي اعوض هكون محتاج ان انا اعوض بالبي الكبيرة اللي هي دي بتاعت الفلانج دي كلها. واحنا طبعا عندنا البي دي بتكون في المقام، فالمفروض اخد القيمة الاصغر عشان يديني تخانة اكبر. فانا طبعا هركز على طول دايما في كل المسائل على العزم السالب بغض النظر عن العزم الموجب، خلاص. فانا لو عندي قيم مختلفة للعزوم سالبة، يعني مثلا عندي 991 ده عزم سالب، وعندك مثلا 500 عزم سالب، وعندك 400 عزم سالب، دايما بركز على العزم السالب الاكبر في الفريم اللي عندك. انا طبعا العزم السالب اللي عندي هي 991، هبدأ يا باشمهندسين اقول 3 جذر 991 في 10 اس 6 على 25 في كام؟ في 300. طبعا هتديني دبس مقداره 1091.5 مللي، ماشي. طيب هجيب تي جردر 2 عن طريق اقول الدبس زائد الكفر، فاقول 1091.5 زائد 100 هتساوي 1190.5 مللي. طيب اشمعنى 100 يا هندسه؟ احنا اتفقنا ان الكفر ده بيمثل لينا الديزاين كفر للقطاع. فعلى سبيل المثال هيكون عندك يا باشمهندس قطاع الكاميرا بالشكل ده كده، وهنرسم يا باشمهندسين التسليح بتاعنا. طبعا احنا اول حاجه بعد القطاع الخرساني بتقابلك الكانه، بعد الكانه يا باشمهندسين المفروض هيقابلنا الاسياخ بالشكل ده كده، ادي سيخ وادي التاني. وعلى حسب التصميم بقى ما بيطلع معاك ايه هتبدا تفرد الايه العدد اللي هيطلع، ماشي. طبعا احنا نتيجه ان الفريم بتاعنا بيكون احمال اللي عليه بتبقى عاليه جدا، فبالاسف بيطلع معاك التسليح بتاعك كبير جدا، فبيطلع فاي 25 وفي نفس الوقت بنحط على صفين، يعني ادي صف وادي التاني 25 بالشكل ده على صفين، ماشي. فاصبح دلوقتي انا عندي كانه ونفس الكلام بيكون الاحمال عاليه على الفريم، فبالتالي بيكون العزوم عليها كبيره والشيل عليه كبير، فبالتالي هتلاقي ان قطر الكانه اللي عندك بيكون فاي 10، ماشي. طيب وقطر التسليح بيطلع معاك 25، ببدا احط اول صف وبحط الصف الثاني بفصل ما بينهم بتخانه، التخانه دي بيكون لازم تكون نفس قطر التسليح الرئيسي. بمعنى انا عندي السيخ دوت 25 يبقى لازم التخانه يكون قطرها 25، ماشي. طيب انا عندي طبعا زي ما عرفنا مع بعض في من اول الدراسه او من اول الترم مع بعض ان احنا عندنا كلير كفر هو المسافة المحصورة ما بين وش الخرسانة لحد الكانة، المسافة دي بتكون 25 مللي، تمام. ودي مش المسافة اللي أنا مش الكفر اللي أنا بعوض بيه هنا، لا الكفر اللي أنا بعوض بيه هنا ده بيكون الديزاين كفر. طيب مسافته منين يا هندسة؟ بتبقى مسافته من وش الخرسانة لحد السنتر لاين بتاع الحديد اللي بيقاوم العزوم، ماشي. طيب في الحالة اللي عندي ديت فين السنتر لاين؟ هتلاقيه في النص هنا يا هندسة، المفروض هي دي مسافة الديزاين كفر بتاعي. طيب هتساوي إيه؟ هتساوي عندك 25 من تحت اللي هو الكلير كفر، بعد كده قطر الكانه، انا اتفقت معاك ان قطر الكانه بيكون احمال عاليه فبيجيب لك قطر 10. طيب بعدين يا هندسه هتلاقي في سي 25 اهو زائد 25، بعد كده يا هندسه في التخانه، انا اتفقت معاك ان انا من سنتر التخانه فاقول قطر التخانه على 2، وانا اتفقت معاك ان القطر بيكون نفس التسليح، يعني 25 على 2 بالشكل ده 25 على 2 زائد. طبعا هنجمع الاربع ارقام دول هيطلع معاك يا باشمهندس 72.5، فالمفروض الديزاين كفر معانا في الفريمات ما يقلش عن القيمه دي. طبعا احنا اثناء التنفيذ ممكن مثلا الاسلاك دي تطلع فوق شويه تنزل تحت شويه، فمنع المشكله دي كلها هشتغل مثلا على 100، تمام. فهبدا اشتغل على 100 مللي عشان اكون في السيف سايد اكتر، تمام. هبدا اقول الدبس اللي انا جبته واضيف عليه 100 وهيطلع كام؟ 1090.5 مللي. طيب انا ليه يا باشمهندسين حسبت تخانتين للجردر؟ عندك يا باشمهندس اول تخانه ديت الهدف منها ان انا سايب ديفليكشن، ماشي. الكود قال لك يا باشمهندسين عشان ان انت ما تشيكش ديفليكشن على العنصر اللي عندك هتلتزم في الكاميرات ان السبان بتاعك على من 12 ل 16، تمام. يبقى انا كده سيفت اول حاجه الديفليكشن. طيب الحاجه رقم 2 اللي تيجي ده رقم 2 دي هتسيف لي لودز احمال،
تمام. يعني على سبيل المثال لو انا رحت جاي واخد التخانه الاولانيه دي واشتغلت بيها على طول، ممكن الفريم اللي عندك يكون معرض لاحمال عاليه، فبالتالي هيكون عزوم عليها، فبالتالي لما تيجي تصممه هيطلع القطاع بتاعك دبل رينفورسد سيكشن، دبل رينفورسد سيكشن. زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا قطاعين، قطاع سنجل رينفورسد ودبل رينفورسد سيكشن. ايه الفرق ما بينهم؟ ان الاولاني او السنجل رينفورسد سيكشن ببدا احط الحديد بتاعي في منطقه الايه العزوم فقط، تمام. لكن في حاله الدبل دوت بحط الحديد بتاعي في ناحيه العزوم وناحيه الضغط. طبعا قطاع الدبل رينفورسد سيكشن دوت للاسف بنبدا نصممه بالار والاوميجا، ماشي. وانا عارف طبعا ان حضراتكم للاسف مش ملاهين الطريقه دي خالص، فعشان كده عشان اضمن ان القطاع بتاعي يطلع سنجل ريفورس سيكشن فابدا اصممه بالسي واحد والجي على طول، لازم اجيب تي جردر اتنين عن طريق الاحمال، ماشي. فاضمن دلوقتي ان انا سيفت ديفليكشن وسيفت احمال، خلاص انا في الحاله دي هبدا اقارن ما بين الاتنين واخد الاكبر، ماشي. ابدا اقارن هلاقي ان التخانه الاكبر هي 1190 ونص، هبدا اخدها. طبعا واحنا عارفين مع بعض ان احنا مش بنشتغل بكسور، بنشتغل بارقام صحيحه، فبالتالي ببدا اقرب القيمه اللي عندي دي لاقرب 50 متر، تطلع معاك يا باشمهندس 1200 متر. طيب بعد كده هندسه تخانه العمود، تخانه العمود بناخدها زي الجردر بالظبط 1200، ماشي. طيب التخانه اللي تحت تي 2، تي 2 هتساوي 6 من 10 من تي ايه كولوم، فاقول 6 من 10 في 1200 هتطلع 720 مللي. وفي حاجه مهمه جدا في تي 2 لازم ناخد بالنا منها، ايه هي؟ اول حاجه يا باشمهندسين لازم نقرب لاقرب 50 مللي، دي اول حاجه. الحاجه رقم 2 اللي لازم اخلي بالي منها لازم تكون التي 2 بتقبل القسم على 3، تمام. طيب لازم اقربها لاقرب 50 مللي دوت عشان خاطر ايه تدي سهوله في التنفيذ. طيب الحاجه رقم 2 اللي لازم تقبل اسمها 3، عشان كده عندك يا باشمهندسين اتفقت معاك ان الجزء ده هنج، ماشي. واحنا ساعه تصميم الهنج لما نيجي باذن الله نشتغل في خطوه الهنج هنحتاج ان احنا نقسم الحته ديت لتحت ثلاث حتت، ثلاث اتلات، ماشي. فبالنسبه لنا لازم القيمه ديت تقبل الاسم على كام؟ على 3، تمام. فابدا اشوف القيمه اللي عندي ديت اقربها لاقرب 50 مللي هتبقى 750، هبص الاقي ان 750 دي بتقبل الاسم على 3، هقسمها 250 250 250، يبقى ايه التخانه دي تمام. وانا كده كده عندي البي جيفن ب 300 مللي، يبقى كده ايه خطوه الامبيريكال دايمنشنز خلصت. ملخص سريع ليها، اول حاجه ان انا بحسب تي جردر واحد او النسبان على 14، ودي تخانه هتسيف لي ديفليكشن. التخانه رقم 2 اللي انا محتاج ان انا اسيف احمال بحيث يطلع القطاع بتاعي سنجل واصممه بالسي 1 والجي، ماشي. عن طريق ان انا اقول الدي بتساوي سي 1 جذر العزوم على الاف سي وفي البي، هتلاقي عندك مجهولين، هفرض السي واحد ب3 والعزوم هاخد اكبر عزم سالب، تمام. فابدا اعوض بيه واجيب دبس، اضيف على الدبس بتاعنا الديزاين كفر اللي احنا لسه حاسبينه، واختار الاكبر ما بين الاثنين واقرب الاقرب 50 مللي. ودي بالنسبه لنا كنا تخانه الكاميرا. وتخانه العمود هناخدها زي تخانه الكاميرا بالظبط عشان اضمن الريجيد كونكشن ما بين الكاميرا والعمود. بعد كده هيكون فاضل لك يا باشمهندس تي 2 اللي هو سمك العمود من تحت عند الايه العزوم بتساوي صفر، هتساوي 6 من 10 من تي كولم هتساوي 720 مللي. نفس الكلام لازم اركز ان اخليها لاقرب 50 مللي وتقبل القسم على 3. 720 دي هتقرب لاقرب 50 مللي هتطلع 750، وابص الاقي ان 750 دي بتقبل القسم على 3 اللي هي 250 و250 و250، تمام. طبعا البي عندنا بتبقى جايبين في المساله، ودي بالنسبه لنا الخطوه رقم 2 خلصت. نيجي بعد كده يا باشمهندسين الخطوة رقم 3 اللي هي ديزاين اوف كريتيكال سيكشن، تصميم القطاعات الحرجة. طيب في البداية يا باشمهندسين لازم أركز في حاجة مهمة جدا، إيه هي؟ إزاي أعرف أحدد القطاعات الحرجة، تمام؟ نبدأ نروح عند العزوم بالشكل ده، ماشي. المفروض إن أنا بصمم القطاع بروح أجيب قيم العزوم وقيم النورمال فورس المقابلة ليها، تمام. فأنا المفروض عندي إيه هندسة؟ عندك هيكون عندك في الفريم اللي عندك فيه ثلاث قطاعات، عندك قطاع رقم واحد بالشكل دوت اهو، ده القطاع رقم واحد اهو، ده القطاع رقم اتنين، ده القطاع رقم تلاتة. يبقى عندك القطاع رقم واحد هيكون معرض لإيه هندسة؟ هيكون معرض لعزوم
مقدارها 991. طيب معرض لكمبريشن فورس مقدارها كام؟ اروح اشوف قدامها بالظبط كام، ابص الاقي عارف العمود عندك 480. 480. طيب القطعة رقم 2 نفس الكلام، الاقي زوم مقدارها 991. طيب الكومبريشن فورس فين يا هندسة؟ هتلاقي ان الكومبريشن فورس عندك هنا يا هندسة بالظبط، اللي هي 141.57. 141. طيب قطاع رقم 3 عليها زوم مقدارها كام؟ قال لك 929.929. كومبريشن فورس مقدارها كام؟ في نص البحر يا هندسة اهو 141 برضه. 41. طيب في ملحوظة مهمة جدا قلت لك عليها يا باشمهندس، عشان اضمن ان يحصل ريشة كونكشن ما بين الكاميرا والعمود كنت بعمل ايه هندسة؟ كنت لازم ان الحديد بتاع العمود يطلع ويدخل في الكاميرا، فبالتالي هندسة لازم يكون القطاع واحد تسليحه بالظبط زي القطاع اتنين، ماشي؟ يبقى لازم تسليح القطاع رقم واحد يكون زي تسليح رقم اتنين، فأنا بالنسبة لي المفروض أشتغل على القطاع اللي هيديني حديد أكتر، تمام؟ بحيث يسيف لي الاتنين مع بعض، ماشي؟ أنا لو جيت بصيت للقطاع رقم واحد والقطاع رقم اتنين هلاقي قيم العزوم زيهم بالظبط زي بعض، ماشي؟ فاضل يا باشمهندسين ألاقي إن الكومبريشن فورس بالنسبة لي هما المختلفين، هلاقي في واحد عليه قيمة كبيرة وواحد عليه قيمة صغيرة، أنا بالنسبة لي هندسة لازم أشتغل على القيمة الأقل، تمام؟ لأن ده هيديني تسليح أكبر. ليه هندسة؟ يعني على سبيل المثال أنا لو عندي كاميرا بالشكل ده كده ومعرضة لأحمال ينفر، إيه اللي هيحصل يا هندسة؟ المتوقع يا باشمهندس إن هيبدأ يتولد عليها عزوم دبليو السكوير على 8 بالشكل ده كده، تمام؟ نتيجة العزوم اللي تحت إحنا اتفقنا إن الخرسانة بتبدأ تشرخ ضعيفة ما بتقدرش تستحمل قوة شد، تمام؟ لو تخيلت معاك بقى يا هندسة إن أنا عندي فيه قوة ضغط بالشكل ده، المفروض قوة الضغط ده تأثيرها يكون معايا إيجابي، ليه؟ لأن قوة الضغط دي بتعمل على تقفيل الشروخ دي، تحاول تقفلها معايا، فأنا بالنسبة لي لما أجي أختار لازم أختار قيمة الأقل عشان يكون تأثيرها أقل على الشروخ، فبالتالي أطلع حديد كتير، ماشي؟ ده بالنسبة لي، فبالتالي أروح جاي مسيف القطاع رقم واحد القطاع رقم اتنين. طيب مين الآخر ملخص الموضوع دوت؟ لما أجي أختار القطاع أول واحد أروح على الكونكشن اللي بين الكاميرا والعمود وأختار دايما القطاع اللي في الكاميرا عشان دوت بيكون عليه نورمال فورس أقل، ماشي؟ أنا كده كده هما الاتنين بيكون عليهم نفس القيمة للعزوم عشان التزاين الشريط، اللي بيختلف بس قيمة النورمال فورس. أنا لما أجي أختار دايما أختار الجردر عشان الجردر بيكون عليه نورمال فورس أقل، تمام؟ عشان كده أصبح دلوقتي القطاع رقم واحد هو في الجردر بالشكل ده، ماشي؟ طيب القطاع رقم اتنين يا هندسة، طبعا القطاع رقم اتنين هيكون في نص البحر اللي هو ايه عند قيمة العزم الموجب، يبقى أول قطاع بروح أخده عند نقطة الاتصال ما بين الكاميرا والعمود، ودايما هتلاقيه الجردر هو اللي عليه نورمال فورس أقل، فببدأ أخده، بعد كده ببدأ أخد السكاشن الباقية عند القيم المختلفة للعزوم، ماشي؟ فبالتالي هيصفصف الموضوع عندك لقطاعين، قطاع واحد عند الجردر في العزم السالب، قطاع اتنين فين؟ عند الجردر فين؟ في العزم الموجب. طيب ابدا اصمم يا هندسه. سيكشن رقم واحد عليه عزوم 991 وعليه كومبريشن فورس مقدارها 141، وكومبريشن فورس مقدارها 141.57، تمام؟ اجي ارسم القطاع بتاعي بالشكل دوت، هلاقي ان العزم بتاعي سالب فيكون القطاع بتاعي ريكتانجولار سيكشن. لما اجي اعوض في قانون السي واحد هستخدم العرض الصغير اللي هو 300، تمام؟ طبعا انا عندي قطاع خرساني معرض لعزوم وكمبريشن فورس، نبدا استخدم الانتر اكشن دايجرام، ماشي؟ نفتكر مع بعض كنا بنستخدم الانتر اكشن دايجرام مع بعض ازاي، ماشي يا باشمهندسين؟ اول حاجه هندسه ان دوت الانتر اكشن دايجرام شكله بيكون المحور الافقي قيمه ام التيمت على الاف سي وفي البي في التي تربيع، والمحور الراسي بي التيمت على الاف سي وفي البي في التي، تمام؟ كان عندنا اربع زون، زون اي وزون بي وزون سي وزون دي، تمام؟ كنت في زون اي اعرف ازاي هندسه ان انا في زون اي؟ كنت بلاقي ان الاي على التي اقل من 5%، تمام؟ طيب كنت بعرف ازاي ان انا في زون بي؟ كنت بلاقي ان الحمل المؤثر على العنصر بتاعك قيمه الكومبريشن فورس اللي عليه اكبر من البي بالانس. طيب زون سي كنت بقول ان الحمل بتاعي اقل من البي بالانس. في الاخر خالص زون دي كنت بعرفها ازاي هندسه؟ كنت بلاقي ان قيمه البي التيمت على الاف سي وفي البي في التي اقل من كام؟ من 4%.
ماشي. فانا بالنسبه لي لازم اعرف القطاع بتاعي في انهي زون بالظبط، لان كل زون ليها طريقه تصميم مختلفه عن الثانيه، تمام. احنا طبعا عندنا بنسبه كبيره جدا تكاد تصل ل 99% ان كل القطاعات في الفيرمات يا باشمهندسين هتكون زون دي، تمام. لو كنا في زون دي كنا بنعمل ايه هندسه؟ هنبص هتلاقي ان زون دي هتلاقي قيم الكومبريشن فورس قليله قوي، ولكن قيم العزول كبيره، كنا بنهمل الكومبريشن فورس خالص كانها مش موجوده، لان تاثيرها قليل جدا. كنت بصمم على العزول فقط ككاميرا، ماشي. فاحنا بالنسبه لنا هنبدا نشيك ونشوف الدنيا هتمشي ازاي مع بعض. نبدا كده اهو. فانا اول حاجه يا باشمهندسين هبدا اشيك، هقول الاي بتساوي الام التيمت على البي التيمت، هنقول 991 على 141.57 هتطلع 7 متر. هقسم الاي على التي هتطلع 5.83 اكبر من 5%، طبعا مش هلاقيها زون اي، ماشي. بعد كده شيك على زون دي، هحسب البي التيمت على الاف سي في البي في التي، تطلع معايا يا باشمهندسين 16 من 1000. هقارن هلاقيها اقل من 4%، يبقى انا زون دي. في الحاله دي كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل نيجلكت للبي التيمت وبصمم على الزون فقط، ماشي. طبعا هصمم اقول الدي بتساوي سي واحد جذر الام التيمت على الاف سي في البي. عندك الدي هندسه بتساوي تي ناقص الديزاين كفر، يبقى ال 1200 ناقص ال 100 هيديك 1100، تساوي سي واحد جذر العزوم اللي هو 991، 991 في 10 أس 6 على 25 في 300. احسب السي واحد تطلع بالرقم دوت، اخش الجدول اجيب الجي هيطلع بالرقم دوت. احسب طبعا الاريا ستيل ام التيمت على الاف اللي في جي في دي، اعوض هيطلع 3368 مليمتر سكوير. طبعا ما انساش اقارن بالاريا ستيل مينيموم اللي هي 1:1 على الاف اللي في البي في دي، هيطلع معاك يا هندسه ب 1008. بقارن واختار الكبير، ابص الاقي ان الحديد ده طالع من الايه، من التصميم هو الاكبر، وفي الحاله ديت هبدا اخده وابدا احوله لقطر وعدد. وانا اتفقت معاك ان دايما القطر الشائع في الاستخدام في الفريمات بيكون 25، ماشي. هيطلع معانا يا باشمهندسين 7 في 25، وده بالنسبه لنا سيكشن رقم 1. طيب السيكشن رقم 2 يا هندسه عليها زوم ايه؟ ادي السيكشن رقم 2 اهو في النص، عليها زوم مقدارها 929، كومبريشن فورس مقداره 141.57، ماشي. ارسم القطاع الاقي ده عزم موجب بالشكل دوت، هيضغط فوق يبقى ده تي سيكشن. لما اجي اعوض بالبي هعوض بالبي الكبيره، البي فلانج، فانا محتاج احسبها الاول. طيب احنا اتفقنا ان البي فلانج ديت بتساوي المينيمم ما بين ثلاث قيم، 16 تي اس زائد البي من سنتر تو سنتر، ال داش على 5 زائد البي، ماشي. اول حاجه يا باشمهندسين 16 تي اس زائد البي دوت قانون كل حاجه جيفن عندك، تي اس موجود عندك في المساله جيفن 140 مللي، فاقول 16 في 140 زائد 300 هتطلع 2540. طيب من السنتر للسنتر دي هتقابلني فين يا هندسه؟ دي هتقابلك لو موجود بلان للايه؟ للمساله عندك. يعني دلوقتي انا عندي بلان بالشكل ده كده، واحنا اتفقنا عندك يا باشمهندس ان انا ببدا احط الفريمات فين؟ في البلان بتاعي بالشكل دوت، ادي فريم وادي التاني وادي التالت وهكذا لحد ما يغطي الارض. المفروض يا هندسه انا باخد بقى من السنتر تو سنتر، ماشي. فبقسم المسافه بين الفريمات من هنا وهنا، المفروض هي المسافه دي تبقى هي المسافه دي اللي هي من الاخر. احنا اتفقنا مع بعض ان انا ببدا اقرر الفريمات اللي عندي كل مسافه اس، كل مسافه ايه؟ اس. يعني هنا اس اللي هي من 4 ل 6، هنا مسافه اس، ماشي. فهتطلع المفروض اللي من زاويه من فاي المسافه من فاي للفاي او من سنتر للسنتر هتطلع نفس المسافه اس. طبعا نظرا لان احنا عندنا في المساله ما فيش بلان، فبالتالي مش هستخدمها في الحسابات، تمام. يجي بقى الموضوع ال ال داش على 5 زائد البي، تمام. يجي ال ال داش على 5 زائد البي، طبعا هبص يا هندسه هتلاقي ان البي موجوده، فاضل بس ال ال داش. ال ال داش ليها احتمالات، يا اما تكون ال، يا اما تكون 8 من 10 ال، يا اما تكون 7 من 10 ال، يا اما تكون 2 ال، ماشي. الحاله الاولانيه لما تكون الكاميرا اللي انت بتدرسها سيمبل، الحاله الثانيه ممتده من ناحيه واحده، ناحيه واحده واحده، والحاله اللي هي 7 من 10 دي ممتده من ناحيتين. تمام.
طيب الحالة اللي هي الاتنين اللي ديت لما تكون في حالة الكابولي كنتليفر. طبعا احنا في الفيرمات يا باشمهندسين الحالة اللي هتشتغل معانا هما الحالتين اللي في النص، يعني الحالة ديت مش هتشتغل معانا والحالة دي مش هتشتغل معانا خالص، ماشي؟ يعني احنا طبعا احنا عارفين عندنا مفيش أي فريمات سيمبل خالص، كده كده بيكون في استمرارية للعزوم ما بين الكاميرا والعمود، فبالتالي مش هيقابلك خالص أي فريم أو أي كاميرا سيمبل في الإيه؟ في الفريمات، ماشي؟ ونفس الكلام أنت عندك في حالة الكابولي دايما الكوابيت بيكون عليها عزم سالب بالشكل دوت، وأنت عندك القطاع بيكون كده هندسة، فبالتالي العزم السالب هيكون كده، فبالتالي كل القطاعات اللي في الكوابيت بتكون ريكتانجولار سيكشن، تمام؟ فهيبقى لك يا هندسة يا إما 8 من 10 ال يا اما 7 من 10 ال، تمام؟ طبعا احنا 8 من 10 ديت لو كان الفريم بتاعك ممتد من ناحيه واحده، و7 من 10 هيكون ممتد من ناحيتين. طب يعني ايه هندسه الكلام دوت؟ المفروض ان ال داش ديت هي بتعبر عن المسافه بين نقط انقلاب العزوم، اللي هي المسافه دي، خلاص. انا طبعا الفريم اللي عندي دوت في امتداد للعزوم في الاتجاهين، فالمفروض ان احنا في الحاله دي يبقى ممتد من ناحيتين، يبقى اجي استخدم 7 من 10 ال، ماشي؟ عشان كده استخدم 7 من 10 في 16000 على 5 زائد 300 هيديك كام؟ 2540. طيب امتى بقى يا باشمهندسين الحاله اللي هتقابلني ممتد من ناحيه واحده؟ الحاله دي هتقابلك يا باشمهندس لما يكون عندك لينك ممبر طرفي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني على سبيل المثال انا عندي فريم بالشكل ده، وادي اللينك ممبر بتاعي اهو، لينك ممبر طرفي. طيب رسمة العزوم في الحالة دي هتكون عاملة ازاي هندسة؟ المفروض ان هي هتكون بالشكل ده. انا كده كده عارف ان اللينك ممبر مش بيشيل عزوم خالص، فاصبح دلوقتي انا الكاميرا اللي عندي في استمرارية للعزوم من ناحية واحدة بس، فببدأ اشوف المسافة ما بين نقط انقلاب العزوم اللي هي المسافة دي، اللي هي هتبقى 8 من 10 ال، اللي هي 8 من 10 ال، خلاص. يبقى الحالة الأولانية أو الحالة اللي هي ممتدة من ناحية واحدة ديت هتقابلنا لما يكون في لينك ممبر طرفي، لكن في معظم الفريمات بتكون ممتدة من ناحيتين اللي هي 7 من 10 اي ال، تمام؟ طبعا أنا باخد المينيموم تطلع 2540، ماشي؟ هحسب نفس الكلام، أشيك على زون اي للأسف مش هلاقيها، زون اي أشيك على زون دي هلاقي برضه موجود في زون دي، يعني كده كده عليها كومبريشن فورس مقداره 141.57، ودي كده كده اوريدي كنا حاسبينها فين؟ في الايه؟ في السكشن الاولاني، ماشي؟ هعمل نجلكت طبعا للكونفرشن فورس واصمم على الرزوم، بس هقول الدي بتساوي 1 جذر الام اوت بتاع الاف سي في البي. طبعا الدي زي ما عارفين 1200 ناقص الكفر بتاعي 100 تديك 1100، بتساوي 1 جذر 929 في 10 6 على 25 في كام؟ في البي الكبيره، تمام؟ بتهيألي 1540. احسب السي 1 9.094، طبعا القيمه دي مش هتلاقيها في الجدول من اساسه، تمام؟ طبعا فهياخد اكبر قيمه للجي اللي هي بتساوي 0.826. احسب الاريا ستيل تطلع ب 2840، قارنها بالاريا ستيل مينيمم اللي هي كانت 1008، هلاقي طبعا الاريا ستيل طالعه من الديزاين هي الاكبر، هاخدها حولها نفس الكلام لقطر وعدد، احنا فاي 25 هتطلع 6.25، تمام؟ ودول كده يكون تصميم القطاع رقم 2 وخطوه الديزاين اوف سيكشن كده خلصت. نبدأ بعد كده يا باشمهندسين نخش في الخطوة رقم 4 اللي هي خطوة تشيكوف شير، تمام؟ هبدأ بعد كده هندسة أرجع للشير فورس دايجرام، هشوف أكبر قيمة للشير فورس في الشارت كله، تمام؟ هلاقي أكبر قيمة اللي هي 480، هي دي الكيو ماكس، تمام؟ وأنا اتفقت معاك يا هندسة هو ده القيمة اللي هنبدأ ناخدها ونصمم عليها، وطبعا لو أنا سيفتها كل القيم الأقل منها هتكون صفر، تمام؟ طيب الكود قال لك يا باشمهندس ان قيمه الشير اللي احنا بنصمم عليها مش بتكون الماكسيمم، دي بتكون الكريتيكال. طيب الكريتيكال فين يا هندسه؟ قال لك ابعد على دي على 2 من وش العمود، تمام؟ هبدا احسب الكي كريتيكال، هقول لك الكيو ماكسيمم ناقص الدبليو التيميت في السي زائد الدي على 2. الكيو ماكسيمم اهي 480 ناقص الدبليو اللي هي 60 المعرض ليها الفريم، افتح قوس السي اللي هي بعد العمود واحنا اللي هي تي جردر، السي اللي هي بعد العمود اللي هي تي كولم اللي احنا كنا خدناها زي التي جردر بالظبط اللي هي 1200، تمام؟ يبقى 1.2 من 10 متر زائد الدي، الدي اللي هي طرحنا التي جردر ناقص الكفر اللي هي 1100 مللي اللي هي 1.1 كام متر على 2، هيطلع الكلام ده 411 كيلو نيوتن.
طيب احسب بقى الاكشوال ستريس او الكيو كريتيكال على البي في الدي، يبقى 411 في 10^3 على 300 في 110 يطلع 1.4. ابدا اقارن الاكشوال بالالاوبل، تمام. طب الالاوبل هتساوي ايه هندسه؟ اللي هي هتساوي كيو سي يو اون كريكت، اللي هي بوينت 16 جهاز الاف سي على جاما سي، طلع البوينت كام؟ 6.53. ابدا اقارن يا هندسه، لو كان الاكشوال اكبر من الالاوبل يبقى انا في الحاله ديت الخرسانه مش هتقدر تستحمل اجهادات الشير لوحدها، فبالتالي محتاجه دعم خارجي بيمثل الكنات، تمام. لكن لو لقينا ان الاكشوال ستريس اقل من الالاوبل يبقى في الحاله دي الخرسانه تقدر تشيل وانا مش محتاج كنات، فهحط المينيموم بس، تمام. طبعا لقيت القيمه هنا اكبر يبقى في الحاله ديت انا محتاج كنات عشان تساعد الخرسانه، ماشي. فهبدا احسب الاجهاد اللي هيشيله الحديد عن طريق ان انا اطرح الاجهاد الكلي ناقص الاجهاد اللي هتاخده الخرسانه، خلاص. طبعا الاجهاد اللي هتاخده الخرسانه في الحاله دي هيكون كراكت، لان احنا عندنا يا باشمهندسين الحديد مش بيبدا يشتغل معايا غير لما الخرسانه تشرخ، تمام. عشان كده هنطرح قيمه الكراكت، فاقول الكيو التيمت اللي احنا حسبناها ناقص الكيو سي يو كراكت اللي هي 0.49 تطلع 0.76. ده عوض يا باشمهندسين، اقول كيو ستيل التيمت بتساوي الان في الاريا ستيل بتاعت الكنات على البي في الاس في الاف يلد ستيرب على جاما ستيل، تمام. هبدأ اشوف بقى ايه اللي موجود واللي مش موجود. الكيو ستيل اوتلت انا لسه حاسبها. طيب الان، الان دي بتمثل عدد فروع الكانه اللي هي يا اما تساوي 2 يا اما تساوي 4. امتى دي وامتى دي هندسه؟ على حسب عرض الايه القطاع بتاعك. امتى 2 ديت؟ لما يكون البي اقل من 400 متر، ماشي. طب و4 دي لما تكون البي اكبر من او يساوي 400. انا كده كده البي عندي ب 300 مللي فهختار 2، ماشي. طيب بعد كده هندسه الاريا ستيل ده اول مجهول عندك اللي هو قطر الكانه، البي ب 300 والاس ده تاني مجهول والاف يلد ستيرب اللي هي اجهاد الخضوع للكانات والجاما ستيل اللي هي معامل تخفيض لاجهاد الحديد اللي هي بيساوي 1.15، ماشي. طبعا انت عندك مجهولين في معادله واحده، رياضيا طبعا ما ينفعش خالص ان احنا نحلها، فبفرض واحد وايه اجيب التاني، تمام. طبعا احنا زي ما اتفقت معاك ان الكانات بتبقى نتيجه ان الاحمال عندك بتبقى عاليه في الفريم، فبنستخدم كانات قطر كام؟ 10، ماشي. والاف فيلد بتاع الكانات القطر 10 بتبقى 360. ليه هندسه؟ لان احنا عندنا القطر 10 ده بيكون حديد مشرشر هاي جريد ستيل، فبالتالي الاف فيلد بتاعته لازم تكون زي الحديد الهاي جريد ستيل اللي هو بقى ايه من اول 10 وانت طالع، 10 12 16 18 22 25 ايه وانت طالع، خلاص. لكن لو انت هتفرض قطر 8، طبعا 8 ده بيكون مايلد ستيل، الاف فيلد بتاعته ب 240 ميجا باسكال، خلاص. انا فرضت 10 فبالتالي هستخدم الاف فيلد اللي هي 360. ابدا اعوض بقى هندسه واجيب الاس، اقول 0.76 بتساوي الان دي مساحه مقطع الفاي 10 اللي انا فرضتها على البي 300 والاس ده المجهول بتاعي في الاف فيلد ستيرب اللي هي 360 على جاما ستيل 1.15. اطلع الاس يا باشمهندسين فتطلع 215.56 مللي، خلاص. يبقى المفروض كل 215 مللي احط كانه، كل 215 احط كانه. طبعا احنا الكلام دوت مش بنشتغل بيه بالاسلوب دوت، اللي بنشتغل بيه ان انا بجيب في المتر عدد الكانات في المتر، فبقول الالف اللي هو بيمثل بالنسبه لي متر على الاس هيطلع 4 وشويه كسر يعني، فهقرب لاقرب عدد صحيح اللي هو 5.10 في المتر، ماشي. ده بالنسبه لنا تكون الخطوه رقم 4. نخش بعد كده في خطوه الانكلايند ستيربس او الكنات المايله، او بنسميها مصطلح تاني بنسميه الدياجونال ستيرب، إيه كنات قطريه. طيب ببدا اشوف يا باشمهندسين هستخدمها فين وليه. اول حاجه يا باشمهندسين ببدا استخدمها في منطقه اتصال الكاميرا مع العمود في الحته دي، بتكون مايله بالشكل دوت على زاويه 45. طيب فايدتها ايه هندسه؟ فايدتها يا باشمهندسين ان هي بتقاوم الشروخ اللي بتتكون فين؟ في المنطقه دي. طيب ايه السبب بتاعها؟ اول حاجه يا باشمهندسين زي ما احنا عارفين ان بيكون في المنطقه دي في عزوم بالشكل ده، خلاص. واحنا عارفين ان العزوم دي بتسبب شد في اتجاه وضغط في الاتجاه التاني، بمعنى انا دلوقتي عندي قطاع الكاميرا وليكن بالشكل ده، انا عندي عزم سالب بالشكل ده، اتفقت معاك ان جزء هيكون معرض لشد فوق والجزء التاني هيكون معرض لضغط تحت بالشكل ده، تمام. نفس الكلام في العمود،
قاعد العمود هيكون بالوضع ده، قاعد العزوم بتاعتنا اهي. فبالتالي الجزء اللي ناحية الشمال دوت هيكون معرض لشد، الجزء اللي ناحية اليمين ده هيكون معرض لضغط، تمام؟ فأنا لو جيت يا باشمهندسين طبقت الكلام دوت على الوصلة ديت، هشوف هلاقي إن الجزء اللي بره معرض لشد فوق في الكاميرا وناحية الشمال في العمود، طيب وناحية الكاميرا من تحت هيكون معرض لضغط، وناحية اليمين في العمود هيكون معرض لضغط، تمام؟ هبص يا باشمهندسين نتيجة القوة ديت هيبدأ يتكون عندك محصلة بالشكل ده قيمتها ار، تمام؟ هبص يا باشمهندسين هتلاقي قيمة الار دي هندسة بتسبب ضغط، بتضغط على الجوينت اللي ما بين الكاميرا والعمود، تمام؟ واحنا اي عنصر في الدنيا معرض للضغط بيبدأ يتكون عندك يا هندسة شروخ في اتجاه القوة، فبيبدأ يحصل يا باشمهندسين شروخ في اتجاه القوة بالشكل ده، ماشي؟ طيب نتيجة الشروخ دي هندسة هنبدأ نحط كنات مايلة عمودية على اتجاه الشرخ بحيث تقفل لك الشروخ دي خالص بالوضع ده، خلاص هيدينا الشكل ده في الآخر، دي بنسميها كنات مايلة أو دياجونال ستيرب كنات قطرية. فبالتالي وظيفة الكنات القطرية ديت إن هي تقاوم أو تخيط الشروخ الناتجة عن إيه؟ عن محصلة الإيه؟ القوة اللي موجودة في الجوينت دي، تمام؟ طبعا احنا بنعبر عن الشروخ ديت بقوة بنسميها قوة سبليتنج فورس، تمام؟ وده بيبقى شكل توزيع الإجهادات فين؟ في الجوينت دي. فاللي هيتم هندسة كالآتي، أول حاجة المعادلة اللي هنبدأ نستخدمها معادلة بسيطة جدا اللي هي بتساوي السيجما بتساوي القوة على المساحة، دي معادلة ألف ب هندسة، تمام؟ فاللي هيتم هندسة لو أنا محتاج قوة هضرب مساحة في إجهاد، طيب لو أنا محتاج إيه مساحة؟ مساحة وليكن مساحة حديد، هبدأ أقسم القوة على إيه؟ الإجهاد بتاعي. طيب اللي هيتم كالآتي هندسة، أول حاجة أنا عندي الريستيل اهي، الاريا ستيل دي هتكون مكانها فين؟ انا كده كده صممت السكشن رقم واحد اللي طلع معايا 7 × 25، تمام؟ فبالتالي في قيم التسليح موجوده اهي، دي القيم التسليح اللي هتكون معرضه لشد، ماشي؟ اللي هي هنا. طيب بعد كده يا هندسه من خلال الاريا ستيل دي هبدا احسب القوه للشد التي، ماشي؟ واحنا كده كده عارفين ان قوة الشد بتساوي قوة الضغط بالظبط عشان يحصل اتزان للقطع. طيب بعد كده يا باشمهندس من خلال التي هبدأ احسب الار، المحصلة اللي عندي من الار دي يا باشمهندس هبدأ احسب السبليتنج فورس، من السبليتنج فورس دي هبدأ احسب مساحة الكنات اللي انا محتاج احطها، خلاص؟ طبعا الكلام ده كله هيعتمد على القانون ده، نحسب محتاج قوة هضرب مساحة في إجهاد، محتاج مساحة هقسم القوة على الإجهاد. طيب هنشوف الكلام ده هيمشي إزاي. أول حاجة يا باشمهندسين أنا كده كده عندي الإريا ستيل جبتها، فبالتالي أنا محتاج أحسب قوة، فأروح جاي ضارب الإريا ستيل اللي أنا حسبتها في الإجهاد الحديد، فهبدأ أول حاجة أحسب التنشن الشد عن طريق أقول مساحة الإريا ستيل في الإجهاد في الإفيل دبليو ماستيل، فأقول أنا عندي الحديد اللي صممته في المنطقة دي كان 7 × 25، فأبدأ أقول 7 في مساحة مقطع قطر تسليح 25 اللي هو ضيع على 4 × 25 تربيع هيديك 491، في الإف يلد بتاعت الحديد اللي هو 360 على 1/15، ما تنساش أضرب في 10 أس زائد 3 عشان أحولها لكيلو نيوتن هيديك 1075.93. طيب بعد كده يا هندسة بحسب التي، بعد ما حسبت التي بحسب الأر، طيب الأر دي عبارة عن المحصلة على زاوية 45 هيديك جذر التي، ماشي؟ هيديك يا باشمهندسين جذر قيمة ال 1075.93 هيديك 1521.59. حسبت الار يا هندسة، بعد كده احسب السبليتنج فورس، السبليتنج فورس اللي هتساوي قيمة الار على 4، تمام؟ احسب على 4 هيطلع 380.4 كيلو نيوتن. بعد كده يا باشمهندس خلاص احسب بقى الاريا ستيل بتاعت الكنات، المرة دي انا محتاج اريا، فبالتالي هقسم القوة على الاجهاد، ماشي؟ هقسم القوة بتاعتي على الإجهاد. نفس الكلام يا باشمهندسين بيكون الكنات دي قطر 10 هاي جريد ستيل، يبقى المفروض الاف يلد بتاعها 360، فاقول القوه اللي هي 380.4 على 360 على 1/15 هيديك الرقم ده. طيب محتاج بقى احول الرقم دوت لقطر وعدد، فبالتالي عشان اجيب
عدد الكائنات اللي عندي، هقسم المساحة الكلية على مساحة الكائن الواحدة. واحنا عارفين ان الكائن لما بتيجي تشتغل بتشتغل بالفرعين بتوعها او بالفروع بتاعتها، تمام؟ يعني ايه الكلام دوت؟ لو انا عندي كائن بفرعين بس، هيبقى هتشتغل بالفرع ده والفرع ده، ماشي؟ طيب لو عندي كائن باربع فروع بالوضع ده اهي، فبالتالي هتشتغل بالفرع دوت والفرع دوت والفرع دوت والفرع دوت. بيعتمد على ايه؟ على البي زي ما اتفقت معاك. لو البي بتاعتنا اقل من 400 يبقى تستخدم كائن فرعي. طيب لو البي بتاعتنا اكبر من او يساوي 400 هنستخدم كائن باربع فروع. طبعا احنا عندنا البي ب 300 يبقى نستخدم كائن فرعين. عشان كده هقسم الاريا ستيل توتال على الان في مساحه مقطع الكائن. هبدا اعوض ادي الاريا ستيل توتال عدد الفروع 2 في مساحه مقطع الكائن فرقناها 10، تمام؟ هيطلع معايا كده يا باشمهندسين 8 فاي 10. يبقى انا محتاج احط في منطقه التقاء الكاميرا مع العمود 8 كائنات بالشكل ده كده فاي 10 على سبيل 45. وده بالنسبة لنا تكون خطوة الايه؟ الدياجونال او الانكلايند ستيربس. بعد كده يا باشمهندسين هنخش نصمم الهنج اللي هي خطوة رقم 6. عندك يا باشمهندسين الهنج اللي احنا هنصممها دي اسمها ليد بليت هنج. ليد بليت هنج، ماشي؟ طيب بتتكون ايه من ايه هندسه؟ بتتكون من ثلاث حاجات. اول حاجه يا باشمهندس بنحط ليد بليت لوح رصاص، ماشي؟ اهو اللي هو متهشر باسود دوت، هو ده لوح الرصاص بتاعي. بعد كده يا هندسه بنحط شير ديولز اشير قص المنظر ده. خلاص الحاجه الاخيره بس بنبدا نحط ماده عازله بحيث لو حصل تسرب ميه او اي حاجه ما تسببش مشكله فيه في الكونكشن. طيب انا كده عندك يا باشمهندس الهنج اللي عندي شالت رياكشن في اتجاه اكس مقداره 141، رياكشن في اتجاه واي 480، تمام؟ انا عشان اصمم الهنج اللي بتاعتي دي يا باشمهندس هبدا لازم اشوف كل حمل من دول هيمشي ازاي. اول حاجه ال 480 دول الواي هتبدا تتعكس على البليت اللي عندي عن طريق البيرنج، عن طريق الايه؟ التحميل ما بين الاثنين. فلازم اول حاجه يا باشمهندس اشيك على البيرنج، تشيك اوف بيرنج، اوف بيرنج، هل المنطقه دي هتستحمل القوه ال 480 دي كلها ولا لا؟ دي اول حاجه. طيب الحاجه رقم 2 الاكس راتشر اكس ده مين اللي هيشيلها يا باشمهندس؟ هيبدا يشيله الشير ديولز الاشياء اللي عندي دي. فبالتالي اخر تاني حاجه هبدا اصممها الشير ديولز. طيب الحاجه اللي بعد كده هندسه في اخر حاجه بنبدا نحط كانات هوريزونتال ستيربس، بنبدا نحطها في تحت في رجل الفريم من تحت بالمنظر ده. خلاص نسميها هوريزونتال ستيربس. انا عشان اصمم الكانات او الهنج اللي عندي لازم اصممها عن طريق الثلاث حاجات دول. اول حاجه اشيك على البيرنج بحيث اقدر اتاكد ان المنطقه الصغيره دي هتبدا تقدر تستحمل 480 دول ولا لا. دي اول حاجه. الحاجه رقم 2 الشير ديولز، هبدا اشوف الرياكشن اكس دوت هيحتاج كام اشاره خاص بحيث تقدر تستحمل القوه دي. الحاجه رقم 3 بنبدا نحط كانات هوريزونتال في منطقه رجل الفريم من تحت، هنعرف فايدتها ايه ووظيفتها ايه بالظبط، ماشي؟ طيب هنبدا اول حاجه يا باشمهندسين تشيك بيرنج زي ما اتفقت معاك، ببدا احط لوح الرصاص دوت، عايز اشوف بقى المنطقه دي كلها هتقدر تستحمل، المنطقه الصغيره دي هتقدر تستحمل ولا لا. طيب انا اتفقت معاك يا باشمهندس ان تي 2 او بعد الفريم من تحت هيساوي تي 2 اللي هي كانت 750. اتفقت معاك ان لازم 750 دي تحقق شرطين مهمين، اول حاجه ان هي تقبل القسم على 50، والحاجه الثانيه تقبل القسم على 3. طيب ليه؟ اتفقت معاك ان انا في الهنج هبدا اقسمها 3 حتت 52 52 52، وببدا احط الليد بليد بتاعي او لوح الرصاص بتاعي في الايه؟ في التلت الوسطاني بالشكل ده. خلاص؟ ببدا بعد كده في الليد بليت ابدا احط الشير ديولز بتاعتي، ماشي؟ ويعتبر ديت هي المساحه اللي عايز اشيك عليها تقدر تستحمل ولا لا. فابدا يا باشمهندسين اول الاجهاد هيساوي الواي على البي في التي 2 على 3. خلاص هبدا اقول 480 في 10 اس 3 على البي 300 والتي 2 على 3 اللي هي 250، ماشي؟ هيطلع 6.4 نيوتن على المليمتر سكوير. ده بالنسبه لنا الاكشوال ستريس.
طيب الالوبل الهندسه قال لك الالوبل هيساوي جذر 3 بوينت 6 7 اف سي يو على جاما ستيل، يبقى اضرب جذر 3 بوينت 6 7 اف سي يو 25 على جاما كونكريت 1.5 هتطلع ب 19.34. ده بالنسبه لنا الالوبل. ماشي، اقارن ما بين الاثنين هلاقي ان الاكشوال اقل من الالوبل، يبقى الحاله دي سيف. ودايما يا باشمهندسين الشرط دوت بيبقى ايه؟ سيف. كويس قوي. تمام. تاني حاجه هندسه، اتفقت معاك ان انا هصمم الشير تيبلز اشاري القص، واتفقت معاك يا باشمهندسين ان الشير تيبلز او اشاري القص دي هتشيل ايه؟ هتشيل الرياكشن اكس. تمام، فهبدا اشوف الشير تيبلز. نفس الكلام يا هندسه عن طريق المعادله الجميله ديت، هقول المره دي انا محتاج احسب ريا ستيل الشير تيبلز، هشوف القوه واقسمها على الاجهاد. ماشي، فهقول القوة اللي هي اكس على الاجهاد الاف فيلد على جاما ستيل، وهضربها في 75. طيب اشمعنى ال 75 دي هندسة جت منين؟ دلوقتي هندسة انا عندي السيخ بتاع الشير ديولز بالشكل دوت. ماشي، وانا عندي القوة اكس بالمنظر ده كده، هيكون تأثيرها على السيخ ده يا باشمهندس شير. تمام، لان عندك القوة موازية لمساحة المقطع. تمام، على عكس في حالة العزوم، لو الحديد ده بستخدمه في مقاومة العزوم ساعتها هيكون الحديد ده معرض لقوة تنشن. ماشي، فاحنا في الحالة لما يكون الحديد معرض لشير ستريس، في الحالة دي بيكون بنعمل تخفيض للإف فيلد بتاعته بنسبة بتتراوح من 6 من 10 لحد 8 من 10. يبقى أنت تاخد أي قيمة ما بينهم. ماشي، أنا اشتغلت هنا على 75%. ماشي، بتطلع يا باشمهندس 603. هحولها لقطر وعدد، هبدأ مثلا احولها لفاي 18، الشائع بالنسبة لنا هو هيكون فيها فاي 18. تمام، هقسمها على فاي 18 هيطلع 3 فاي 18. طبعا بالنسبة لنا المينيموم 3 فاي 18 والماكسيموم 5 فاي 25، لكن احنا طبيعي بالنسبة لنا بيطلع 3 18 4 18 5 18 بالكتير قوي. تمام، وده بالنسبة لنا الشير ديبلز. فاضل آخر حاجة اللي هي الهوريزونتال ستيرومز، هنعرف وظيفتها ايه وبنحسبها ازاي. طيب هنبدا اول حاجه بالوظيفه. احنا دلوقتي هندسه ده بيكون شكل القاعده بالمنظر ده كده. طيب ايه اللي حصل يا هندسه؟ احنا دلوقتي عندنا ادي العمود والجردر بالشكل ده كده، وادي العمود بتاع الفريم. اللي حصل يا باشمهندس ان بيحصل ان انا من فوق بيكون تخانه العمود بتاعتك تي كولا اللي هي 1200، بتبدا يحصل تخفيض في التخانه بتاعت العمود لحد ما توصل تحت بمقدار تي 2 اللي هي 750. فالمفروض يا باشمهندس عندك رياكشن واي نازل من فوق لحد تحت. ماشي، في الاخر المنطقه دي كلها بنبدا نقللها في منطقه الليد بليت اللي هي التلت، هي دي المنطقه اللي بيحصل بيرنج، اللي بتبدا تنقل الحمل ما بين رجل الفريم لحد القعده. فانت عندك يا باشمهندس الحمل نازل واي بالشكل ده كده، لازم يبدا يحول المسار بتاعه لحد ما يدخل للليد بليت، للوح الرصاص بتاعنا بالوضع ده. فاصبح دلوقتي كل قوه بيبدا يغير مسارها بشكل مايل، هتبدا تتحلل فيها القوه افقيه وراسيه بالوضع ده. القوه الافقيه دي يا باشمهندس هتبدا تاثر على رجل الفريم من تحت بسبليتنج فورس. ماشي، السبليتنج فورس دي او القوه الافقيه دي محتاجه لكانات بنبدا نزودها في رجل الفريم من تحت بحيث تقدر تشيل الايه؟ السبليتنج فورس اللي عندي. ماشي؟ طيب انا بالنسبه لي دلوقتي محتاج احسب السبليتنج فورس، طيب السبليتنج فورس دي هتكون مصدرها منين؟ هيكون مصدرها واي، الرياكشن واي. ماشي؟ اللي هي القوه اللي نازله من فوق. تمام؟ السبليتنج فورس اتفقنا بتساوي القوه على 4، هقول 480 على 4 تطلع 120 كيلو نيوتن. طيب انا محتاج احسب اريا ستيل، هبص انا محتاج احسب اريا، هقسم القوة على إجهاد. ماشي، هبدأ أقول 120 في 10 أس 3 ده بيمثل القوة، الإجهاد بتاعي الفيل بتاع الحديد بتاع الكنات على جاما ستيل. نفس الكلام برضو بستخدم قطر 10، لما اتفقت معاك الشائع دايما في الفريمات بيكون قطر 10. خلاص، والفيلد اللي بقطر 10 بيكون 360. هبدأ أقسم الكلام ده هندسة، أقول 120 في 10 أس 3 على 360 على 1 15 هيديك الرقم دوت. نفس الكلام برضو لعدد الكنات بتاع المعادله بتاع الايه؟ الانكلايند ستيربس، او المساحه الكليه في اعلى عدد الفروع في مساحه مقطع الجانب. ايه دي المساحه الكليه؟ اهي عدد الفروع اللي عندي، البي عندي ب 300، يبقى هستخدم فرعين بس.
في مساحة مقطع الكانة اللي هي باي 10 اللي هي باي على 4 في 10 تربيع، هيديك 78.5، هيديك يا باشمهندس 3 باي 10. يبقى أنا محتاج 3 كانات باي 10 عشان يشيلوا السبليتنج فورس اللي عندي، تمام. طبعا في ملحوظة مهمة لازم نركز فيها، عندك يا باشمهندس في كانات جبناها من الشير مقدارها كام يا هندسة؟ 5 باي 10، تمام. وعندك كانات تانية جبناها من السبليتنج فورس اللي هي 3 فاي 10. يبقى المفروض يا باشمهندسين في رجل الفريم من تحت هيبقى مجموع الكانات كلها 8 فاي 10، مجموع الكانات اللي هتقاوم الشيل ومجموع الكانات اللي هتيجي ايه تقاوم السبليتنج فورس. فبالتالي عندك هيبقى عدد الكانات 8 فاي 10 في الجزء السفلي من العمود بتاع الفريم. طبعا احنا المفروض خلال مسافة معينة، يعني انا ببدأ احط الكانات دي واركزها خلال مسافة معينة، ماشي. طيب المسافة دي هتساوي ايه هندسة؟ هتساوي تي 2 اللي هي كام؟ 750 مللي. يبقى اخر مسافة 750 مللي من رجل الفريم من تحت هنبدأ نحط ال 8 فاي 18 بتوعي، 8 فاي 10. هنبدأ نحط يا باشمهندسين ال 8 فاي 10 بتوعي، 8 فاي 10 خلاص. طبعا في اقتراح تاني ان احنا ممكن نستغنى خالص عن حساب الهوريزونتال ستيربس وابدا احط 10 فاي 10 في المتر الاول من العمود من تحت خلاص، يعني بدل ما احسب الهوريزونتال ستيربس دي خالص ممكن استغنى عن الخطوه دي تماما وابدا احط 10 كانات فاي 10 في رجل الفريم من تحت في اول متر، تمام. وده بالنسبه لنا يكون تصميم الهنج. فاضل اخر حاجه يا باشمهندسين الرسم. بس قبل ما نخش في الرسم طبعا في انواع تانيه من الايه من الهنجات، تمام. احنا طبعا خدنا النوع البسيط خالص اللي هو البليت هنج، في انواع تانية بنسميها الكروس بارز هنج، عن طريق ان انا بحط سيخين على شكل كروس، تمام، وزاوية المين بتاعتهم بتبقى 30 ل 60 درجة، ماشي. طبعا انت عندك بيكون رياكشن اكس ورياكشن واي، الاحمال دي بتبدأ تتحلل في اتجاه السيخين، وابدا عن طريق الاحمال اللي موجوده فيهم ابدا اجيب ايه العدد بتاعهم. النوع الثالث اللي هو نوع السبايرال هنج، دوت نوع بيعتبر ان انا باخد البليت هنج الشيب دولز بتاعتي وابدا احط فيها سبايرال كولم صغير، عمود سبايرال صغير جدا، ماشي. ونفس الكلام النوع الثاني ان انا باخد الكروس بار هنج وابدا احط فيها نفس الكلام سبايرال كولم صغير جدا، تمام. طب بيتصمموا ازاي دي الهندسه؟ نبدا نتصمم ان احنا عندنا رياكشن اكس ده بيشيل الشير ديولز، طيب والسبايرال كولم ده هيشيل الرياكشن واي خلاص. طيب الناحيه الثانيه ده نفس الكلام، الاكس هيبدا نحلله في اتجاه السخين ولكن واي هيشيله السبايرال، وطريقه تصميمه السبايرال بيكون زي الايه اللي احنا خدناها في الشورت كولم بالظبط، تمام. بس احنا طبعا المقرر علينا باذن الله هو البليت تنج اللي احنا بنصممه عن طريق ان انا اعمل تشيك بيرنج وان انا احسب الشيب تيبلز وان انا اعمل ايه اخر حاجه ان انا ايه احسب الهوريزونتال ستيربس. نيجي بعد كده يا باشمهندسين لخطوه الرسم. اول حاجه يا باشمهندسين هنبدا فيها في الرسم ان احنا هنحتاج ان احنا نرسم قطاع طولي للفريم، وهنحتاج نرسم قطاعات عرضية، ماشي. طيب أول حاجة باشمهندسين القطاع الطول ده هنرسمه بسكيل 1 ل 50، والقطاعات العرضية دي هنرسمها بسكيل 1 ل 25، تمام. طيب عشان أول حاجة نبدأ نرسم القطاع الطولي يا باشمهندسين لازم نرسم القطاع الخرساني، ماشي. طبعا احنا عارفين سكيل 1 ل 50 ان يعني المتر في الطبيعة بنرسمه ب2 سنتي على اللوحة، فاحنا هنروح كده اللوحة بتاعتنا. اول حاجة هندسة هنبدأ نرسم السنتر لاين بتاعنا بالشكل ده. طيب احنا اللزبان بتاع الفريم بتاعنا كان 16 متر، يعني على اللوحة هيبقى 32 سنتي بالشكل ده، 32 سنتي. الارتفاع بتاعنا يا باشمهندس كان 7 متر، يعني على اللوحة هيكون 14 سنتي بالشكل ده. طيب بعد كده هندسه بجد ارسم التخانات اللي انا حسبتها، انا كنت حاسب التي جردر بتاعتنا ب 1200 مللي، التي كولم من فوق كان برضو ب 1200، والتي كولم من تحت اللي هي تي 2 كان ب 750،
ماشي. طبعا انا عندي ده بالنسبه لنا سنتر لاين، فبالتالي المفروض في نص التخانه، فبالتالي هحسب نص التخانه فوق ونص التخانه تحت، نص التخانه يمين ونص التخانه شمال، هيبقى بالشكل ده تمام. عندك كده هندسه 1200، المفروض هتضربها بسكيل الرسم هيبقى 2400، هحط 1200 فوق بالشكل ده، هتبقى 1.2 متر، 1200 تحت، والتخانة الكلية بكام؟ 2.4 سنتي. ده بالنسبة للجردل. طيب بالنسبة للعمود نفس الكلام، التخانة كلها 1200، نص يمين ونص شمال. طيب بالنسبة للعمود من تحت هيكون 750 مللي، يعني على اللوحة 1.5 سنتي تمام. طيب بالنسبة للقاعدة هندسة، احنا بالنسبة للقاعدة عندنا موضوع تصميم القواعد او الاساسات بصفه عامه، ده هتاخدها في مقرر منفصل تماما في الفرقه الرابعه مع الجماعه بتوع الصيد تمام. طيب انا دلوقتي رسمت هندسه الايه القطاع الخرساني الطولي بالنسبه لي، بعد كده يا هندسه ببدا ارسم او ببدا احط التسليح بتاعي على شكل صغير كده، على الفريم بتاعي بشكل صغير. احنا كنا طلعنا الحديد بتاعنا والقطاع رقم واحد كان محتاج 7.25، قطاع رقم 2 كان محتاج 6.25. طيب قبل ما تعمل اي حاجه او قبل ما ترسم اي خط، محتاجين نحسب اقصى عدد اسياخ في الصف الواحد. كنا بنقول البي ناقص 25 على الفاي زائد 25، عندك البي ب 300 ناقص 25 والفاي عندنا ب 25 زائد 25 هيديك 5.5. فاحنا هنبدا نحط خمس اسياخ، اقصى عدد اسياخ في الصف هيبقى 5 تمام. اول حاجه يا باشمهندس هنبدا بيها، هنبدا بيها حديد العمود اللي هم السبعه فاي 25. طيب الكود قال لك ايه هندسه؟ قال لك على الاقل تلت الحديد يمشي كامل ارتفاع العمود. يعني ايه الكلام دوت؟ انا دلوقتي عندي سبعه، تلت السبعه كام؟ اللي هو مثلا 2 وكسر، يعني ولنفترض ان هم 3 اسياخ، يعني اقل حاجه 3 اسياخ يمشوا بكامل ارتفاع العمود ماشي. طيب هل انا لو خدتهم 4 غلط؟ لا طبعا، لان انا كده اكبر من ايه؟ من المينيموم ماشي. فانا بالنسبه لي قسمتهم 4 و3. ممكن واحد تاني يقول لي همشي 3 بكامل ارتفاع العمود و4 هعملهم قصيرين، هقول له ماشي مظبوط. واحد تاني يقول لي لا يا باشمهندس همشيهم 4 بكامل ارتفاع العمود و3 قصيرين، هقول له كلامك مظبوط. واحد تاني يقول لي 5 بكامل ارتفاع العمود و2 قصيرين، اقول له برضو كلامك مظبوط، لان الثلاث حالات دول يا باشمهندس بيحققوا لي ان انا اكبر من المينيموم بالنسبه للحديد الايه اللي هيمشي بكامل ارتفاع العمود تمام. طيب انا اشتغلت يا باشمهندس ان انا خليتهم 4 بكامل ارتفاع العمود و3 قصيرين ماشي. هبدا اول حاجه يا باشمهندس ارسم الايه الحديد بتاع العمود بالشكل ده، هبدا ارسم الحديد بتاع العمود ادي الاربعه الطوال. طيب قال لك ايه يا باشمهندس؟ قال لك الاربعه الطوال احنا اتفقنا ان الحديد بتاع العمود بيدخل جوه الكاميرا. قال لك يا باشمهندس ان الحديد اللي بيبقى كامل ارتفاع العمود بيدخل جوه الكاميرا مسافه مقدارها ربع الاسبان بتاع الكاميرا تمام. يعني هو دلوقتي قال لك ان الحديد العدل اللي بيمشي بكامل ارتفاع العمود بيدخل جوه الكاميرا مسافه ربع البحر. طيب انا عندي 16، يبقى المفروض اخش جوه الكاميرا كام؟ 4 متر تمام. يعني بسكيل الرسم 8 سم على اللوحه، يبقى ادي 8 سم بتوعي اهو تمام. طيب القصيرين بقى الثلاثة فاي 25 قصيرين يا هندسة، قال لك يا باشمهندس ان انت بتيجي من تحت العمود بتسيب اتش على 3، ارتفاع العمود على 3 خلاص. عندك باقي الحديد اللي هم 25 هيبدأ من الثلث السفلي للعمود ويتم تكسيحه على زاوية 60 درجة على بعد دي على 2 من وش العمود خلاص. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي ادي العمود او ادي رجل الفريم بتاعي بيكون بالمنظر ده، هسيب اتش على 3 من تحت وابدا التلاتة فاي 25، بعد كده هخش جوه الفريم. هخش ازاي هندسه؟ هقيس من وش العمود بتاعي اهو دي على 2، وبعد كده وابدا اكسح يا باشمهندس على زاويه 60 درجه تمام، وابدا اكمل من بعديها مسافه مقدارها دي على 2 برضه تمام. طيب الكلام ده هيمشي ازاي هندسه؟ اهو سبت اتش على 3، انا عندي كان 7 متر اتش على 3 بالنسبه لنا، نبدا نحسبها ونحولها بسكيل الرسم. بعد كده هسيب من وش العمود اهو مسافة دي على 2 تمام. يا باشمهندس دي كانت 1100 مللي تمام، يعني 1.1. طبعا المفروض اقسم الكلام دوت 1.1 على 2
وارجع اضربها في 2 تاني، تحولت ايه؟ مقياس الرسم. ماشي، هيطلع معاك المسافة 1.1 سنتي على اللوحة. بعد كده انزل على زاوية 60 درجة، وبعد كده ادخل مسافة مقدارها دي على 2 برضه. خلاص هتكون بالشكل ده، وده بالنسبة لنا هيكون حديد العمود. طيب بعد كده هندسة نخش في حديد الكبر. احنا حديد الكاميرا كان طلع معانا 6 فاي 25، نفس الكلام قال لك الكود على الاقل تلت الحديد يوصل من العمود للعمود، من وش العمود لوش العمود. طيب اقل حاجة اللي هو التلت الستة كام؟ اللي هما 2، بالنسبة لنا 2، يعني ممكن تقسمها 2 من العمود للعمود، والاربعة الباقيين نعملهم قصيرين، او ممكن تخليهم 3 طوال و3 قصيرين، او ممكن تمشيهم 4 طوال و2 قصير، مش هيفرق معانا اي حاجه خالص. طيب انا عملت ايه هندسه؟ خدت 4 طوال و2 قصير. طيب هنشوف الكلام ده هيمشي ازاي. عندك يا باشمهندس ادي الحديد بتاع الكاميرا اهو، مشينا اول 4 من العمود للعمود بالمنظر ده. طيب الاثنين الباقيين هنعملهم حديد مكسح، نفس الكلام على زاوية 60، وهيطلع معانا دي على 2 من فوق بالشكل ده اهو. طبعا الكلام ده كله مقياس على اللوحة، يعني هيترسم 1.1 سنتي. ماشي اهو، نفس الكلام الناحية التانية. تمام، يبقى ده بالنسبة لنا الحديد الرئيسي اللي جاي من العزوب. طبعا احنا عارفين طبعا ان الحديد المفروض في الحالة بتاعت الفريم دوت هيبقى فيه 4 انواع من الحديد هيقابلونا معانا في الشغل. أول حاجة الحديد اللي جاي من العزوب، بعد كده يا هندسة في الحديد اللي جاي أو اللي هنستخدمه كعلاقات كنات. تمام، الحديد اللي بعد كده مش مهندسين هيكون حديد الكنات ستيرو. فاضل آخر حاجة الحديد اللي بنسميه حديد الشرنكش. إحنا دلوقتي مش مهندسين رسمنا الحديد بتاع العزوب أو بتاع الحديد بتاع الأحمال، بعد كده هنخش في الحديد بتاع علاقات الكنات. إزاي هندسة؟ عندك يا باشمهندس الحديد بتاع علاقات الكنات بيكون النسبة بتاعته بتتراوح من 1/10 لحد 4/10 من الحديد بتاع التسليح، يعني الاريا ستيل داش هتساوي 1/10 ل 4/10 الاريا ستيل. طيب ده انا عندي 2 اريا ستيل، عندي اريا ستيل ب 7 فاي 25، وعندي اريا ستيل تانية ب 6 فاي 25. طبعا لما اجي اشتغل الماكسيموم، والنسبة اللي هاخدها هاخدها نسبة وسطية 2/10، فعشان كده هتبقى الاريا ستيل داش هتساوي 2/10 الاريا ستيل، يبقى 2/10 عندك 7 فاي 25. هنحول الكلام دوت هيطلع 3 فاي 18. ماشي، اروح الكلام دوت ابدا ارسمه على اللوحه. ادي يا باشمهندسين السكندري ستيروس اهي اللي هي باللون الاخضر، تمام بالمنظر ده. عندك في المناطق اللي ما فيهاش حديد ابدا احط فيها، عندك في العمود عندك الحديد الرئيسي او الحديد اللي جاي من الاحمال ناحيه الشمال، فبالتالي هبدأ أحط الحديد اللي على قد الكنادة ناحية اليمين، نفس الكلام الناحية التانية. طيب في الكاميرا أو في الجردر بتاعتي، عندك العزوم كانت سفلية فحطينا الحديد الرئيسي بتاعنا سفلي، هيكون فاضل بس الجزء ده فاضي هنحط فيه على قد الكنادة. طبعا زي ما احنا عارفين إن احنا ما ينفعش نوقف سيخ في وش التاني، يعني ما ينفعش احنا نحط سيخ كده السيخ التاني يكون في وشه بالظبط كده، لا لازم يكون في منطقة فيها التداخل بالوضع ده. طيب المنطقة دي كام يا هندسة؟ طبقا للكود المصري، الكود ده قال لك الماكسيمم ما بين قيمتين، يا اما عندك يا باشمهندس قال لك القيمه الماكسيمم ما بين قيمتين يا اما 25 سنتي يا اما 12 مره قطر. تمام، طبعا احنا هنبدا نحسب، هتشوف ديت 12 مره قطر يعني 12، طبعا دي واصله ما بين سيخ قطر 25 وسيخ قطر 18، هنشتغل على الأقل 25 مللي يعني 300 مللي يعني 30 سنتي. خلاص هنبدأ نشوفها مقاسها على اللوحة، المفروض تبقى 6/10 سنتي على اللوحة، 6/10 سنتي. ماشي، ده طبقا للكود المصري بتاع التفصيل الإنشائي، قال لك المسافة اللي بتبقى أو طول التداخل اللي بيبقى بين الحديد الرئيسي وعلاقات الكنات بيبقى الماكسيموم ما بين قنتين يا إما 25 سنتي اللي هما 250 مللي يا إما 12 مرة قطر. طبعا احنا بما ان عندنا التسليح بتاع الفريمات كله بيبقى 25، فتقريبا القيمه دي هتبقى ثابته على طول معانا اللي هم 300 مللي اللي هي هتبقى على اللوحه 6/10 سنتي. تمام، طيب مقدار الحديد ده كام يا هندسه؟ طلع 3 فاي 18 بالوضع ده.
بعد كده هندسة، أنا دلوقتي رسمت الحديد الرئيسي، رسمت الحديد تعليقات الكنات، تخش في الكنات. احنا عندنا كام نوع من الكنات يا هندسة؟ عندنا 3 أنواع من الكنات. أول حاجة يا باشمهندس الكنات بتاعت الشير، تاني حاجة يا باشمهندس الكنات اللي جبناها المايلة inclined أو diagonal inclined stirrups اللي بنحطها في وصلة اللي بين الكاميرا والفريم والعمود بتاع الفريم. طيب النوع الثالث من الكنات يا باشمهندس الكنات اللي هي الهوريزونتال ستيربس اللي احنا حسبناها في حاله الايه الهنج، تصميم الهنج. تمام، ابدا بقى ارسم الكلام ده. عندك يا باشمهندس ادي الكنات بتاعتنا اهي، هتيجي يا باشمهندس احنا خلال متر واحد عندنا 5 × 10، طيب على اللوحه هيبقى 2 سم، يبقى ترسم في خلال ال 2 سم الخمس كنات ايه بتوعنا، ادي في الكاميرا وادي في العمود 2 سم وادي 2 سم. ماشي، طيب ده بالنسبه لنا يبقى هو الكنات اللي جايه للشير. طيب بالنسبه بقى للكنات اللي جايه للايه للانكلايند ستيربس بتاعتنا اللي بنحطها اللي بين الكاميرا والعمود، طلعوا عندنا يا باشمهندس كام؟ 8 فاي 10، هتبدا تحط على زاويه 45 8 كنات بالوضع ده يمين وشمال كده يا باشمهندس. نكون فاضل لنا بس هي الكنات اللي ايه بتاعت الهورزونتال ستيربس اللي احنا طلعناها ايه في حالة الايه تصميم الهنج. طبعا احنا اتفقت معاك ان انا عندي احتمالين، يا اما التزم بالكنات اللي انا طلعتها من التصميم اللي هما كانوا طلعوا معانا 8 فاي 10، تمام، وهحطهم على مسافة كام يا هندسة؟ على مسافة 750 مللي من رجل الفريم من تحت اللي هي كانت بتمثل لنا T2، تمام. يا اما يا باشمهندس نستغنى خلاص عن الخطوة ديت وان انا ابدأ احط 10 كنات فاي 10 خلال متر واحد من رجل الفريم من تحت، تمام. انا طبعا اخترت الحل الثاني ان انا احط 10 كنات، انا عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب المسافه كام يا هندسه؟ 1 متر، يعني على اللوحه هتبقى 2 سم، تمام. نفس الكلام الناحيه الثانيه، ويبقى بالنسبه لنا الكنات خلصت. نخش بعد كده بقى على الشرنكج ونركز مع بعض ايه الموضوع ده. عندك يا باشمهندس ادي الشرنكج، قال لك الكود ايه هندسه؟ قال لك بيتم وضع 2 فاي 12 كحديد شرنكش على جانبي الكاميرا خلال مسافات لا تزيد عن 300 مللي، تمام. طيب بالنسبه للاعمده نفس الكلام، هيتم وضع 2 فاي 12 بس على مسافات ما لا تزيد عن كام؟ عن 250 مللي. طيب يعني ايه الكلام ده هندسه؟ اول حاجه يا باشمهندس هنجي للجردل، اول حاجه هحسب السبيسنج لان ال 300 مللي دي سبيسنج. احنا عارفين ان الكاميرا او الجردر بتكون شايله بلاطه، تمام. طيب الكود قال لك يا باشمهندس لما باجي اتعامل في موضوع الشرنكش في الكاميرات بطرح منها سمك البلاطه. يعني انا دلوقتي عندي الوضع كان كده اهو، ده كان ال 1200 بتوعي بتوع الجردر، ماشي، وادي تخانه البلاطه كانت عندنا كانت 140. طبعا الجزء دوت من البلاطه بيكون ليه تسليح مستقل لوحده تماما وانا باجي اصمم البلاطات، تمام. فانا بالنسبه لي لما باجي اتعامل مع الشرنكش اللي موجود في الكاميرا هتعامل مع الجزء الساقط بس منها اللي هو ساقط الكاميرا اللي هي المسافه دي. طيب المسافه دي هتساوي ايه هندسه؟ هنقول اللي هي تي جردر ناقص تخانه البلاطه، لان خلاص الجزء دوت بيكون ليه تسليح لوحده، فيعتبر الجزء ده فيه تسليح كافي ليه، بيكون فاضل بس الجزء اللي تحت، تمام. الكود قال لك لما تزيد المسافه ديت او ساقط الكاميرا عن 60 سنتي بتبدأ نحط شرنكش بار كل مسافة 300 مللي. فببدأ أقول التي جردر ناقص التي اس على 300، وال 1200 ناقص 140 على 300 هتطلع 3.5 مسافة، واحنا طبعا ما عندناش مسافات كسر، مفيش مسافة كسر، خلاص هنبدأ نقول عندنا 4 مسافات. الأربع مسافات دول يا باشمهندس هيجيبوا لك 3 صفوف شرنكش، تمام. أنا كده كده عندي الكاميرا بالوضع دوت، هنبدأ نحط تسليح اتجاه أهو اللي جاي من العزوم، تمام. انا محتاج هنا 4 مسافات، هنبدأ نحط 3 صفوف شرنكش بالوضع ده اهو. ده عندك 1 2 3، يبقى في الحالة دي عندي مسافة اهي، التانية اهي، التالتة اهي، الرابعة اهي، خلاص. ده بالنسبة للكاميرا. طيب بالنسبة للعمود، لا العمود قال لك يا باشمهندس عندك كل 250 مللي. طيب احنا في العمود ما عندناش بلاطه، ادي العمود كان بعده معانا 1200 في الوضع ده،
ببدأ أتعامل بال1200 كلهم، لأن إحنا عندنا في العمدان ما بيكونش البلاطة، البلاطة بتكون متشالة على الكاميرا، فبنقول التي كولم كلها على 250، يبقى 1200 على 250 هتطلع 4 و8 مسافة. طبعا إحنا ما عندناش مسافات بالكسور، فهنقول 5 مسافات، يعني محتاجين 4 صفوف شرنكيش بار. أنا طبعا عندي الحديد اللي بيبقى جاي من الكاميرا، الحديد اللي بيبقى جاي للعمود يبقى هنا 7 فاي 25 طوله مية، والتلاتة فاي 18 بتوع الايش علقات الكمان. طيب بالنسبة بقى للشنك الهندسة هيكون محتاج كام؟ 4 صفوف، يبقى 1 2 3 4. هبص هلاقي عندي 5 مسافات، ادي عندك مسافة 2 3 4 5، ماشي. ممكن طبعا احنا لو انت لقيت بصيت هتلاقي الفرق ما بين الكاميرا 300 وهنا 250، يعني ممكن تحسب الكاميرا بس وتزود عليها 1 يديك العمود، ماشي. موضوع يعني تسهيلا للوقت في الامتحان، تمام. نبدأ نرسمها بالوضع ده، ادي الشرنكش. ماشي هندسة، طبعا نخفي خلاص السنتر لاين، مش محتاجينه في اي حاجة. الوضع ده احنا اتفقنا ان انا محتاج للشرنكش في الكاميرا 3 صفوف، ادي 3 صفوف اهو، 1 2 3، 2 12، 2 12، 2 12. طيب في العمود محتاج 4، ادي 2 12، 2 12، 2 12، 2 12، طبعا تمام. وطبعا احنا عارفين ان الجزء بتبقى من العمود ده بيكون مايل، فانا بقف مع الميل، اول ما اخبط بقف على طول، ماشي، في الجزء ده كده، تمام يا شباب. بس بيكون فاضل في الاخر خالص ان انا ارسم الهنج، تفاصيل الهنج. بالوضع ده. طيب الهنج بتتكون من ايه هندسه؟ بتتكون من الليد بليت الرصاص، بنحطه في التلت الوسطاني، وبعد كده عندك الشير ديولز 3 فاي 18 اللي احنا حسبناهم، وبعد كده في الاخر الماده العازله اللي احنا بنحطها بره، تمام. طبعا دي كلها خطوط بنبدا نعملها بحيث ابدا اشد واكتب هنا 10 فاي 10، هنا ببدا اشد عليهم واكتب 5 فاي 10 لكل متر، هنا نفس الكلام 5 فاي 10 لكل متر. هنا كنا محتاجين انكلايند ستيربس 8 فاي 10، 5 فاي 10 و10 فاي 10، تمام. ده بالنسبه لنا يكون القطاع الطولي. طبعا بعد ما بترسم الكلام ده بتبدا تفرد الحديد لبره، تمام. احنا اتفقنا ان هنا موجود 6 فاي 25، فانا بكتب هنا 6 فاي 25، لكن في الموقع هل يعرف العدد بتاع او العدد الطويل كام والعدد القصير كام؟ لا مش بيعرف. طيب هنعرفه ازاي؟ عن طريق التفريده اللي انا بعملها بره دي. اكتب مثلا ان انا هنا فردت 4 اطوال، بكتب عليهم 4 فاي 25 و2 قصير، فبكتب عليهم 2، تمام. بالنسبه للعمود عملنا 4 اطوال ودخلنا جوه الكاميرا ربع الاسبان، وفي 3 قصيرين بالوضع ده، نكتب ال 3 فاي 25، لكن الكنات مش بتتفرد والشرنكش بار مش بيتفرد، خلاص. طيب ده بالنسبه لنا يكون القطاع الطولي. طيب القطاعات العرضيه هندسه، المفروض يا باشمهندسين القطاعات العرضيه بتساوي عدد القطاعات بتاعه التصميم بنزود عليهم 1، تمام. طيب انا في التصميم صممت كم قطاع؟ صممت 2، واحد هنا سيكشن رقم 1 وسيكشن رقم 2، يعني يبقى المفروض هرسم 3 قطاعات، قطاع 1 وقطاع 2 والقطاع الثالث هيكون في الهنج، عشان اوضح له الشير ديولز ايه، ابعادها كام وعددهم كام. طبعا انا عارف ان المفروض يكون القطاع رقم 1 هنا يكون عندك 7 فاي 25 تحت. طبعا يا باشمهندسين انا لما جيت صممت القطاع رقم 1 كان مكانه هنا في الجردل، لكن في الرسم يا باشمهندسين انا هرسمه في العمود، تمام. لكن القطاع رقم 2 ده طبعا كان في نص البحر في الجردر، فخلاص الموضوع منتهي. هاجي يا باشمهندسين اول حاجه هرسم القطاع بتاعي بسكيل 1 ل 25، هاجي هنا في العمود اول حاجه. طيب العمود ابعاده كام في كام؟ هيبقى 300 في 1200، ماشي، هيكون بالوضع ده. ادي عندك هنا بقى سكيل 1 ل 25 بنضرب البعد في كام؟ في 4 ونرسم بالسنتي، يعني 3 من 10 في 4 هيديك 1 و2 سنتي. ده بالنسبة للعرض. طيب بالنسبة للطول كان 1.2 في 4 هيديك 4.8 سنتي. طيب بعدين هندسة دلوقتي أنا قطعت وهرسم للعمود، العمود ده كان محتاج ناحية الشمال 7 فاي 25، وأنا اللي مسموح لي إن أنا أحط في الصف 5 بس، فأحط 5 في صف و2 في صف، يعني دي 5 أسياخ و2. طيب الناحية التانية اللي هم علاقات الكنات اللي هم 3 فاي 18،
خدت بالك ان احنا عندنا اربع صفوف شرينكش بار، 2 5 2 12 2 12 2 12 2 12. ببدأ بعد كده احط الكنايه بتاعتي بالوضع ده. طبعا يا باشمهندسين هتلاقي ان انا مربط كل الايه الاسياخ بكنايات، لان انت طبعا هتلاقي المسافه عندك اكبر من 150 مللي زي ما اتكلمنا مع بعض في الاعمده، فعشان كده هتلاقي ان كل الكنايات ايه متربطه، كل الاسياخ متربطه، وتبدأ تفرد الايه الكنايات عندك بره بالوضع ده. ماشي، ده بالنسبه لنا استكشار رقم واحد. طب استكشار رقم اتنين هيكون في نص البحر، هنرسم نفس الكلام برضو سكيل 1 لـ25. عندك كده هندسه نحو 1.2 سم، عشان عندك البعد دوت 3 من 10 متر. طيب والسمك كله 1 و2 يبقى 4.8 سم على اللوحة. طيب بالنسبة بقى للحديد الهندسة عندك تحت سفلي كنا طالعين 6 25، احنا المسموح بالنسبة لنا 5 بس، عشان كده طبعا ما ينفعش نحط 5 في صف واحد لوحده، لا ما ينفعش نحط سيخ واحد لوحده، لازم على الأقل سيخين، عشان كده خليناهم 4 و2. طيب وفوق ال 3 18 بتوعي، احنا كنا محتاجين 3 صفوف شرينكش بار، اهو 2 12 2 12 2 12. طيب بعد كده هندسه اتفقنا معاك القطاع الاخير هيكون في الهنج. طيب الهنج احنا اتفقنا البعد بتاعنا كان 300 في 750، يعني هنا 3 من 10 في 4 هيديك 1.2 سم، و750 اللي هو 75% في 4 هيديك 3 سم. ماشي، واحنا قسمناها 3 3، حطينا البريد في النص، واحنا طلعنا الشير دوز بتاعتنا 3 فاي 18، ده يبقى القطاعات العرضيه بتاعتنا. هيكون شكل التسليح في النهايه هندسه بالوضع ده. تصميم كامل بالرسم بتاعه، ده القطاع الاليفيشن بتاعنا او القطاع الطولي، وادي القطاعات العرضيه، ادي قطاع في الكاميرا كان 6 25 تحت، 3 18 فوق، الشنكش بار على 3 صفوف، الكنب بتاعتنا كانت طالعه 5 10، وادي سمك البلاطه، وادي السمك الكلي، وادي عرض القطاع من تحت. دوت قطاع العمود كان 7 25 بره، ومن جوه كان 3 18 و4 صفوف شرينكش بار. واخر حاجه الهنج بتاعتنا كانت 300 في 750، وقسمناها 3 3، حطينا البليت في التلت الوسطاني، والشير دوز كانت 3 فاي 18. ده بالنسبه لنا يا باشمهندسين يكون اول مثال معانا، باذن الله هنكمل مع بعض في ايه امثله تانيه، فيديوهات تانيه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.